عروة يلا حبيبي تعا عم استناك. الأرض بتتكلم عربي، الأرض 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 بتتكلم عربي تقول الله إن الفجر لم ينصلى. الأرض بتتكلم عربي. صباح خير تمارا. صباح النور. على شو عم تدور حبيبي؟ على شفرات الحلاقة اي اللي اشتريتهم امبارح. في شفرات على المغسلة؟ صحيح، بس الشفرات اللي كانوا على المغسلة كسرتهم وكبيتهم بزبالة. يو ليش كبيتهم؟ شو الظاهر ما عم بينعموا مني؟ بالعكس، هدول ثلاث شفرات بشفرة واحدة، يعني بيعطوكي أنعم دقن وشعور دائم بالانتعاش، بس أنا كبيتهم لأنه صناعة أمريكية. وشو جبت بداله؟ جبت شفرات بلجيكية، لأنه يا تمارا مواقف بلجيكا كانت مشرفة كتير بالنسبة للقضية العربية، بقى أقل منها نحلق بشفرات بلجيكية؟ الأرض بتتكلم عربي، الأرض 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 بتتكلم عربي. ها لقيتهم، رح احلق دقني بالشفرات البلجيكية. يا سيدي نعيما سلفا. يا ستي الله ينعم عليكي. شو عم تشربي؟ شو بدي اشرب يعني؟ قهوة. قهوة شو؟ قهوة أمريكية نسكافيه. الله يصلحك ويهديكي على هالعملة يا تمارا، ما قلتلك لازم تقاطعي البضائع الأمريكية؟ قلتلي بس هذا الظرف عنا من زمان. ولو كان فورا بتلحشي بزبالة وبترجع للقهوة التركية. بس أنا مالي متعودة على القهوة التركي. ولك يا حبيبتي يا تمارا ما في شيء اسمه مو متعودة، بدك تتعودي. اشربي أي شيء، عصير، حليب ندى مثلا. ماشي الحال، رح اشرب هالفنجان وبعدين بقلب على التركي. لا لا، شو تشربي هالفنجان؟ ولا بتشربي ولا شفي. وهي الفنجان ما أحلانا والله، عند آخر الزمن عم نشرب قهوة أمريكية، ما أحلانا. يعني فنجان النسكافيه تبعي رح يهز الاقتصاد الأمريكي؟ طبعا لحاله ما بيأثر، بس فنجان فوق فنجان بيجمعوا. وإذا ما سكرت معامل القهوة بأمريكا وقعدوا أصحابها يكشوا دبان ويخصوا عجول، ما بيكون اسمي عروة الأصيل، وبكرة بتشوفي. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض جاي الظلام الليل يبعدنا يوم النما، يفضل شعاع النور يوصل لأبعد السما. جاي الظلام الليل يبعدنا يوم النما، يفضل شعاع النور يوصل لأبعد السما. محتاج العدل القوة أنا شنت. العمى شو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تمارا يا تمارا، تمارا خير شوفي ليش عم تصريح؟ شو جاب معجون هسنان لهون؟ هذا شذا بنتك جابته. وبنتك شذا بسلامة قدرها، ما عادت تعرف تفرشي اسنانها الا بمعجون امريكي. قلت لها هالحكي، قال هي متعودة عليه. ولك حاجة بقى تقليلي متعودين؟ فقست بتمكن هالكلمة؟ القائمة اللي عطيتكن ياها لازم تلتزموا فيها بالحرف، وما بدي حدا يخالفها ولا بشكل. بعدين تعي لقلك انت وبنتك، شبه معجون اسنان الوطني؟ شبه؟ هلأ ما عاد يسوى؟ قلت لها هالحكي لشزا، بس قال ريحة المعجون الاسنان الوطني مو حلوة. ها؟ مو حلوة؟ يعني ريحة امريكا احلى. ولك على القليل هالمعجون هاد في ريحة الوطن، ريحة التراب الوطن، اعشاب الوطن، ولك ريحة عرق عمال الوطن. اتفضلي لكان حتى تنبسطي انت وبنتك. ها؟ آت لن يوم. شو جرح الدقنة؟ اي والله
اي والله يا تمارا شرحتها، لانه تاني مو متعوده على هالنوع من الشفرات، عم تنتع تنتيع، الله وكيلك عم يتنتف معي شعر تنتيف. صارت تاني مثل جلد الدجاجه المسلوخه. شفت شلون هدنك الشفرات احسن؟ يعني لو حلقت دقنك فيهم ما كانت تنجرحت. معلش يا ستي خليها تنجرح، ما في مشكلة أبداً. شو يعني نزل لي كم نقطة دم؟ شو قيمة هالكم نقطة دم قدام أنهار الدماء يلي عم تسيل بفلسطين الحبيبة وبالضفة وبجنين وبيت لحم؟ يلا أنا نازل على الشغل، بدك شيء؟ لا سلامتك حبيبي. صحيح شو بدنا نتغدى اليوم؟ والله إذا بدك توفري اعملي معكرونة بلبن. بصراحة أنا اليوم مو جاي على بالي أطبخ، حاسة حالي تعبانة شوي. إيه معلش روحي، شو عليه؟ ريحي حالك، وأريد الطبخ إن شاء الله، أنا رح أوصيلك على أكل جاهز من السوق، ولا يهمك. على شو بتحبي أوصيلك حبيبتي؟ يلي بدك إياه، يعني شغلة خفيفة، يا ستيك، يا همبرجر، يا هوت دوغ. لا حبيبتي لا. لا هاد ولا هاد. من اليوم ورايح بدك تنسخي لي الستيك والهمبرجر والهوت دوغ من خاموس حياتك. بدك تنسخيهم بالمرة. لكن شو بدنا نتغدى؟ يا ستي رح أوصيلك على حراق بأصبعه أو كبة لبنية أو لحمة بالصحن، يعني المهم أكلة هيك تراثية وطنية. مثل ما بدك. وبالنسبة للسلطة شو رح تجيبها؟ ها ها يا ستي رح أجيب لك سلطة أرمنية أو روسية، لأن روسيا من طول عمرها قلبها معنا، وهي يلي وصلتنا لهون، وفي أواصر صداقة متينة بيننا وبينها، بقى مو غلط أبدا إذا أكلنا سلطة روسية. شو عليه؟ يلا انا رح البس، بدك شيء؟ الله معك. يلا صباح الخير استاذ. صباح الخيرات، حدا سأل عني شيء؟ لا ابدا استاذ، ما حدا سأل. اصبح وصيلي على فنجان قهوه وسط الله يرضى عليكي. بس قهوه عربيه ها، او تركيش كافي، ما في مانع. تكرم عينك استاذ. شكرا. شامم ريحه مو عاديه يا نسرين. كيف يعني استاذ؟ بصراحه شامم ريحه برفان امريكي. برفان امريكي؟ ورجيني قنينة البرفان اللي عم تستعمليها لو سمحتي. تفضل هاي هي استاذ. يا حيف عليكي يا نسرين، يا حيف. كل شيء توقعته منك الا انك تبخي برفان امريكي على جسمك العربي. لك انت ما عم تشوفي تلفزيون انت؟ ما عم تشوفي شو عم يصير من ارتكابات ظالمة بحق شعبنا بالضفة والقطاع ومناطق السلطة؟ ما عم تلاحظي الانحياز التام بالموقف الامريكي لصالح الاعداء؟ بتعرفي انه بخة هالعطر هي يلي بخيتيها على جسمك ممكن تتحول لبخة رصاص على اطفالنا الابرياء؟ بتعرفي هالشي ولا ما بتعرفي؟ صدقني ما كان خاطر هالشي ببالي استاذ، انا كتير اسفة استاذ. بالحقيقة هي اجتني هدية، والا ما كنت استعملتها. حتى ولو كانت هدية مو لازم تستعمليها بنوب، كان لازم تكبيها بزبالة، لأنه إذا نحن ما استعملنا العطورات والديودورانات والمكياجات الأمريكية فأكيد رح تسكر معامل المكياج بأمريكا يا ستي، وإذا ما سكرت رح تخسر مليارات الدولارات. مزبوط ولا لا؟ أكيد أستاذ. أصبح يلا رجعي على شغلك، ولا بقى تتلقي من أي إنسان أي هدية مشبوهة بيكون أفضل. حاضر. منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي. يعني كان ضروري يسفقني كل هالمحاضرة مشان فخت برفان. إيه ها ها ها. أستاذ عروة الدراسة صارت جاهزة. أنا دراسة؟ الدراسة اللي طلبت مني عن تطوير خط الإنتاج. هلأ اتركني من تطوير خط الإنتاج، لاحقين عليه. قلي لشوف منين هالتيشيرت اللي لابسه أنت؟ من البالي أستاذ. وليش عم تشتري أوعيك من البالي بقى؟ الشغلة معروفة أستاذ، لأنه أرخص،
يعني بصراحة أنا ما عندي قدرة أني أشتري من السوق جديد، هذا هو الواقع. وما انتبهت أنه مرسوم على التيشيرت علم أمريكي؟ بصراحة أستاذ ما انتبهت. ما بصير يا أخي، ما تنتبه، ما بصير منوب. يعني بهالمنعطف التاريخي الكبير يلي عم تمر فيه أمتنا لازم تنتبه لكل شيء. مو عيب عليك تلبس قميص أمريكي والشارع العربي كله من المحيط إلى الخليج منتفض بوش السياسة الأمريكية؟ لك شو أنت؟ مو جاي من الشارع؟ لك مو من الشارع جاي أنت؟ جاوبني. بلا أستاذ، أنا طول عمري من الشارع. اشلح هالقميص لك بسرعة، اشلحه، لازم تكفر عن غلطتك شو ما كانت النتائج. هلأ بدي اشلحه؟ ايه طبعاً هلأ، لك أنا إمتى؟ طب وشو بدي ألبس؟ شو بيعرفني، هاي مشكلتك مو مشكلتي. يلا اشلح عوام. أنا نسرين، أطلبي لي كل الموظفين لاجتماع عاجل بالساحة العامة. المناسبة تعبير عن غضبنا ورفضنا لسياسة القطب الواحد. إيه واتصلي كمان بالمكتب الصحفي خليه يأمن تغطية صحفية للحدث وبسرعة إذا سمحتي. نعم نعم، بدي كل شيء يكون جاهز خلال ساعة بالكثير. الله معك. الله وكيلك يا تمارا، تحول الاجتماع لتظاهرة عنيفة من الغضب والاحتجاج والاستنكار. ايه شو يعني؟ شو اجاكم من هالشغلة؟ لك التانية، قال شو اجانا. مرحبا، اهلين. اهلين بابا، شو شايفك لابسة؟ لوين يا مهون؟ رايحة على الدورة بابا. انو دورة؟ دورة الانجليزي. ليش لساتك مسجلة بالمدرسة الامريكية؟ ايه طبعا، وين بدي سجل لك؟ ما بيصير هالحكي يا شزا، ما بيصير. شو من عايشة انت بابا؟ المفروض تنسحبي فورا من هالمدرسه المشبوهه فورا وبدون تردد. طيب ليش؟ شو السبب؟ قال شو السبب؟ قال ولك الشارع العربي كله عم يقاطع البضائع الامريكيه ونحن مو لازم نكون نشاز بين هالغالبيه المتراصه. ما بقول لك لا، بس هي يا بابا لغه مو بضاعه، يعني صعب كتير نقاطعها، خصوصي انه اللغه الانجليزيه هي اللغه الاولى بالعالم. انت عيني، اتعلمي انجليزي، ما حدا عم يقول لك لا، بس مو ضروري نتعلم بمدارسهم. بس مدارسهم هي الأفضل لتعليم اللغة، يعني بصراحة ما في قدامي غير المدرسة الأمريكية أو المدرسة البريطانية. لك حبيبتي ما بدنا لا هي ولا هي، لأنه كمان السياسة البريطانية ادنب للسياسة الأمريكية، هيك إلك يعني؟ طيب افترض أني سحبت من الدورة، وين بدي سجل؟ وين مكان بابا، وين مكان؟ قلت معاهد لغات عنا بالبلد، عندك مثلا دار اللغات الحية والسبع تلسون، عندك دار كيف ترطون. بس هاي المعاهد اللي عم تحكي عنها مو بمستوى المعاهد الأجنبية، بعدين بصراحة جو العام ما بيعجبني. خلصنا بقى عروة، ترك البنت على راحتها، ضروري تحرمها من تعلم اللغة. ومين قالك عم بحرمها؟ أنا ما عم بحرمها، بس لازم تاخد موقف جاد من القضايا الساخنة مثل كل هالشارع العربي. وبالنسبة لموضوع اللغة مو مشكلة، محلولة. ما فهمت عليك بابا، شلون محلولة؟ يعني اتعلم اللغة بلا معهد؟ شو علي؟ هو انت يلي قلتي؟ جيبي كتب من المكتبة وتعلمي، مثلا عندك كتاب تعلم الإنجليزية في 5 أيام بدون معلم، وعندك سلاسل تعليمية مهمة كتير مسجلة على أشرطة كاسيت Simplified Specially for Arab Students. بس لا تنسى انه هالسلاسل هي كمان أصلا إنجليزي أو أمريكي. طيب يا ستي، جيبي سيديهات كمبيوتر. كمان سيديات جاية من هنيك. شو الحكي؟
عم تجي من هني؟ لا هي فعلا مشكلة ما حسبنا حسابها. العمى على الورطة. يعني شلون بدنا نتعلم لغتهم ونقاطعهم بنفس الوقت؟ والله شيء بحير. تمارا اهلين عروة، شبك فايت ملهوه؟ هاتي ربشانة يا تمارا. خير ان شاء الله. شوفي اجت موافقة الفيزا. انو فيزا؟ لك الفيزا تبع امريكا. عروة ما فهمت علي. بسيطة رح فهمك، لاني بصراحة ما خبرتك من الاول مشان اعملك اياها مفاجأة. يا ستي قبل 11 سبتمبر يعني من حوالي 8 شهور قدمت لك ورائك على السفارة الأمريكية مع طلب فيزا، وهلأ اتصلوا فيني وقالوا لي أنهم قبلوا الطلب وعطوني الفيزا. بألف مبروك يا حبيبتي، صدقيني الدنيا كلياتها مو وسعنتني من الفرحة صدقيني. بس أنا ما طلبت منك فيزا على أمريكا، ولا بحياتي فكرت سافر على أمريكا، لا قبل 11 سبتمبر ولا بعده. أصلا شو بدي روح ساوي هونيك؟ لا يا تمارا لا، شو هاد؟ لا تغلطي، انت لازم تروحي تولدي هنيك بامريكا. يو وليش حتى اولد بامريكا؟ شو السبب؟ قال شو السبب؟ قال ولك حتى المولود ياخد الجنسية الامريكية دغري. وليش حتى ياخد الجنسية الامريكية؟ شو؟ لك ليكو الغشيمة ليكو، ولك حدا بيصح له ياخد الجنسية الامريكية وبيقول لا تمارا؟ لا، وبما انه المولود صبي رح نسميه بدال وليد ويليام. ايه الو نعم. اهلين سوسن. لا والله يا حبيبتي مالي جاي، اتغدي انت، عندي اجتماع. والله ما بعرف انت بيخلص. نعم. طيب يا روحي ليش ما بتسلي حالك عند رفقاتك عبين ما اجي؟ ولو شو مثل مين؟ يعني هلا ما عدتي تعرفي حدا؟ يا ستي روحي لعند جمالات او نبويه واشربي عندهم فنجان قهوه. ايه؟ او وينك؟ مري لعند عايشه وكلي عندها كسكسي. او لعند نايفه اسمها عامله منسف. او وينك وينك؟ ليش ما بتروحي وبتاكلي مطازيز عند العنود؟ او مغربيه عند لطيفه بالمليح؟ او ليش مثلا ما بتتحلي مهلبيه عند لالا دلال؟ يعني يلي بقصده يا روحي انه رفقاتك بالحاره اكثر من الهم على القلب. ايه بتتسلي معهم. تستملي الضحكه ما احلاها. الله معك. لا لا ما رح طول، لا رح امروا على الاسكندريه لعند بيومي. ايه شن صاعد زمان، وبعدين لعند دحام المنازله. ايه بقربت. وبوشي على البيت بعدين، لوين بدي اروح يعني؟ طيب 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 حبيبتي، الله معك، مع السلامه. مسؤول الأسواق وبياعين البسطات سيدي. احترامي سيدي. مسؤول أمن الملاعب وصالات البلياردو والفيشة سيدي. احترامي سيدي. مسؤول أمن المطاعم والمقاهي ودور اللهو سيدي. احترامي سيدي. مسؤول أمن المقروء والمسموع والمرئي سيدي. تفضل. احترامي. مسؤول أمن الكازينوهات وبيوت السيدي. تفضل. احترامي سيدي. اهلا وسهلا فيكم. في حدا لسه؟ لا سيدي. ما في حدا. لا سيدي ما في. الحقيقه يا شباب انا جمعتكم اليوم حتى بلغكم بكل اسف اني رح اترك الفرع. شو الحكي؟ شو قال؟ ما سمعت سيدي. اكيد رح تتركوا الفرع سيدنا ولا عم تمزحوا؟ معقول يا سيدي؟
معقول تتركونا هيك من الباب للطاقة؟ بكفينا يا سيدي مشان الله، يلي فينا بكفينا. يا جماعة أنا ما فيني بتحمل هالصدمة بنوم، والله على ما أقول شهيد. اهدوا شوي يا شباب، اهدوا إذا بتريدوا، اهدوا رجاء، ما في داعي للانفعال. أنا كنت بعرف تماماً أنه هالخبر راح يزعجكم وراح يقع على رؤوسكم وقوع صاعقة، وبصراحة ما بلومكم أبداً، لأنه صرنا مع بعضنا 17 سنة، 17 سنة ونحن عم نشتغل ونسهر ونرفع تقارير ودراسات ونعتقل ونجرجر ونحقق ونداهم ونبطش بالمجرمين والمشبوهين في سبيل استقرار الوطن طبعاً، ولهالشي ما بلومكن على الإطلاق إذا شعرتوا بالمفاجأة أو هزتكن الصدمة أو النبأ المباغت. بس يمكن يلي بعزيني وبعزيكم بنفس الوقت إني ما رح أطلع من هالفرع على البيت. لوين رايحين لكن سيدنا؟ بدكن ترجعوا على الضيعة؟ لا، شو على الضيعة أنت تاني؟ القيادة رفعتني مشكورة واستلمت منصب جديد. هيك ها؟ ألف مبروك يا سيدنا. قسما بالله بتستاهل أكتر من هيك بكتير يا سيدي. والحقيقة أنا رح أترك هالفرع، فرع الحاسة السادسة، ورح أستلم فرع الحواس الخمسة، يعني رح كون المسؤول الأمني الأول عن جميع الفروع لأنهم رح يوحدوها. عفوا سيدي، يعني فرع الحاسة السادسة مين بده يستلم سيدنا؟ ها هذا هو السؤال. طبعا يلي بده يستلم فرع الحاسة السادسة واحد منكم. واحد منا؟ مين يا ترى سيدي؟ يعني تعين ولا لا سيدنا؟ بصراحة لسه ما تعين، لأنه هالمهمة موكلة إلي وأنا اللي رح أختاره بناء على التوجيهات يلي إجتني من فوق. واخترتوا سيدنا؟ لا لسه، وما بخفيكن أنه هالمهمة اللي كلفوني فيها صعبة شوي ومحرجة بنفس الوقت، والسبب أنه كلياتكن تعتبروا عندي من أكفأ الرجال، أكفأ رجال الأمن، أكثرهم خبرة، أقواهم شخصية، وأذكاهم تفكيراً. طيب سيدي أنا عندي اقتراح. شو هو؟ شو رأيكم سيدي نعمل قرعة وبهالطريقة ما حدا رح يزعل؟ لا لا، شو قرعة؟ ما بصير هيك، لازم الاختيار يكون دقيق وما يعتمد على الحظ أو الصدفة. لا، والمشكلة يلي كاسرة إيدي ورجلي إنه كلياتكن بتستحقوا هالكرسيات عن جدارة واستحقاق، لأنكم سطرتوا أروع الانتصارات والإنجازات أثناء خدمتكم بفرع الحاسة السادسة. شكرا سيدي. يخلينا ياك سيدي، هاي شهادة بنعتز فيها سيدي. يعني أنا إن نسيت فلا يمكن أنسى ولا بشكل كيف مسؤول الأسواق على سبيل المثال قدر يتغلغل بالسوق ويجند كل الصناعية والمتعيشة والشغيلة لصالحنا، وطبعا هذا إنجاز مهم بيتسجل بصفحته بحروف من نور. وأنا إن نسيت فلا يمكن أنسى على الإطلاق كيف مسؤول الملاعب وصالات البلياردو والفيشة قدر يضبط الملاعب ويوجه الهتافات يلي عم تصير بها الملاعب حسب رغبتنا، وهالنقطة بالذات تتسجل لصالحه بحروف من ذهب. وأنا على فرض نسيت فلا يمكن أنسى بتاتا كيف مسؤول المطاعم جاب أحد المطلوبين بزمن قياسي، وهذا طبعا لأنه كان مجند كل الجراثيم يلي عنده لهكذا مهمات. وأنا إذا نسيت فلا يمكن أنسى ما حييت كيف مسؤول الكازينوهات قدر يكشف شبكة معادية بفضل الرقاصات والأرتستات يلي مشغلن معه. أما مسؤول المرئيات والمسموعات فإنجازاته أكبر من أن تحصى، لذلك ولهالأسباب هي قررت أعمل مسابقة بيناتكم، ويلي بينجح بالمسابقة بفوز بمنصب رئيس فرع الحاسة السادسة. شو رأيكم بقى؟ والله يا سيدي يعني أنتوا بتفصلوا ونحن منلبس يا سيدي. سيدي اللي بتأمروه رح يصير، ونحن ما علينا إلا الطاعة. بس يعني كيف رح تكون المسابقة سيدي؟ معلش لا تستبق الأمور، لساتني عم فكر بالموضوع، وبكرة إن شاء الله بعطيك الجواب النهائي. يعني فكرك فرع الحواس الخمسة أحسن؟ إيه طبعاً، ولو أحسن بكتير،
وصدقيني يا سوسن، لو ما كانت أسهمي فوق مرتفعة كتير ما كانوا سلموني هيك منصب حساس. إيه إذا هيك ألف مبروك يا رب، ومنه لأحسن يا رب. الله يبارك فيكي. والدوام وين رح يكون؟ بالساحل طبعا. معنات على هالحالة بدنا ننقل إقامتنا لهنيك مو هيك؟ لا 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 أبدا، مو شرط. كيف مو شرط؟ يعني إذا بتحبوا تضلوا هون بالفيلا مو مشكلة، بخلي عندكم شي 15 عنصر و17 سيارة وباخد الباقي معي، وأنا كل 4-5 أيام بعمل لي مشوار لهون. إيه بس مو لبكي عليك؟ لا لا ولا يهمك، مو لبكي ولا شي، لأنه بشكل طبيعي بدي اضطر قابل بعض المسؤولين هون بالقيادة كل يوم والتاني، فلا تهك لي هم أبدا. ومين رح يستلم محلك؟ ما عينوا حدا، وبالمقابل كلفوني أني اختار واحد من الشباب يلي عندي حتى يستلم مركزي، بس لحد هلأ ما استقريت على رأيي. وإمتى رح تستلم الشغل الجديد؟ يعني بدك تقولي شغلت كم يوم مو أكتر. إيه أبو مرهف، إمتى بدنا نحتفل بهالمناسبة؟ ولا بدك تمر إنا ياها هيك ناشفة؟ ولو يا سوسان، تكرم عينك، معقول؟ نحن يلي بنحتفل. أصبح حبيبي، خلينا نطلع اليوم نسهر بشي محل. لا والله ما بقدر اليوم، اليوم بالذات مشغول، اعذريني. إمتى لكان؟ بكرة مثلا. أكيد؟ مبدئيا أكيد، بس وين فكرك تسهري؟ أنت ولا يهمك، أنا برتب كل شي. لا لا أوعك، لا ترتبي شي، طالما أنا موجود أنا برتب كل شي ولا يهمك. وليش هيك تكهربت؟ لا مو مسألة تكهربت، بس يعني بتعرفي واحد بموقع حساس مثلي ما بيصير يسهر وين ما كان، مزبوط ولا لا؟ وإذا سهر لازم يكون في ترتيبات أمنية خاصة ما بتعرفي فيها أنت. خلص خلص مو مشكلة، عمل لي بريحك. أبو مرهف، شو رأيك أعمل قصة جديدة لشعري ولا أتركه هيك؟ ما بعرف، اعملي اللي بدك إياه. يعني خليهن طوال ولا قصرهن شوي؟ اعملي اللي بتلاقيه مناسب مو مشكلة، أنا فايت ارتاح شوي. دخيل الله، إنه منين اجتنا شغلة الحواس الخمسة هاي؟ أي من دون ما يستلم الحواس ما كان عنده حواس وما عم ينتكش فيني، بقى كيف هلا؟ يعني ما حكى أبو مرهف عن المسابقة اللي رح يعملها بيناتكم؟ ما حكى شي بنوب، يعني كأنه كان ناقصنا مسابقة حتى تكمل معنا. بالعكس، أنت ليش متضايق؟ فكرة حلوة كتير كتير، مو أحسن ما يختار اختيار عشوائي؟ وليش عم تسميه اختيار عشوائي؟ الشغلة واضحة، أنا أحق واحد بهالمنصب، المسألة ما بدنا نحكوا فيها. هو على أي أساس حاسس حالك إنه أنت أحق واحد؟ على أساس إني فنيت حالي وأنا عم بشتغل، وأملي بيوم من الأيام إنه استلم رئيس فرع. قسما بالله يا سحر، إنه صرت مشغل نص جراسين هالبلد لصالح فرعنا. لك مو بس الجراسين، حتى الطباخين والكوميكية وعمال التنظيف والجلي ما وفرت بنوب، حتى أبو مرهف حكى شي بعظمة لسانه. بس انت لما بدك تجرجر واحد، يعني تتذكري لما اجاني خبر انه في زبون بمطعم التفاح الحمراء ما عم بيدفع الفاتوره وبلش يبربر على الغلا وسب الحكومه بطريقه؟ ايه بلا بتذكر حكيت لي هيك شيء. يا ست بخلال 10 دقائق دورياتنا محاوطه المطعم كله من كل الجهات، ويوميتها جرجرناه على الفرع بلمح البصر. قيمك من هي. بتتذكري المغترب اللي اجى بده يفتح مطعم جديد مواجه فيليت مدير الشؤون الاستراتيجيه؟ ايه بتذكر. يا ستي خلال يومين قدمنا دراسة كاملة عنه، مو بس دراسة كاملة، حتى عن عيلته وعيلة العيلة تبعه. يعني بصراحة أنا ما قصرت بأي مهمة كلفت فيها، بالعكس عم بشتغل مثل الزنبرك على سفق تقارير وجرجرة للفرع وتحقيقات مع البشر. يعني بعدت له التعب هاد، ما بيحق لي استلم رئيس فرع أقل منه يعني؟ هلأ حبيبي أنت ليش خايف؟ شد همتك بالمسابقة، وإذا الله راد رح تنجح وتنال مرادك ورح تصير رئيس فرع. ما بعرف، قلبي قامطني من هالمسابقة وركبي عم تقصف قصف من هلأ. إيه لا حبيبي لا، ما بصير هيك، أعصابك لازم تكون هادي وإلا ما بتنجح بحياتك. أنا فايت نام شي ساعتين، بركي أعصابي بتهدى شوي. شلون أعصابك؟ ارتحنا إن شاء الله؟
ان شاء الله. الحمد لله. نبلش؟ تفضل. ماشي الحال. في بالوطن العربي 264 فرع مخابرات، صح ولا خطا؟ صح. وبطاقه، في بالوطن العربي رجل امن لكل 10 مواطنين، صح ولا خطا؟ صح. اجابتك صحيحه. وبطاقه، مؤلف كتاب عصر المخابرات هو الكاتب مأمون البني، صح ولا خطا؟ خطا. اجابتك صحيحه. وبطاقه، الكي جي بي هو اسم المخابرات الروسيه، صح ولا خطا؟ صح. وبطاقه، السي اي اي هو اسم المخابرات السودانيه، صح ولا خطا؟ خطا. اجابتك صحيحه. وبطاقه، ومبروك عليك 5 بطاقات ذهبيه يا مدير امن المطاعم، الف مبروك ان شاء الله. سلام، أنا ربحت 5 بطاقات. تم اكتشاف مومياء لأول رجل مخابرات في العالم في العصر الحجري، العصر الآرامي، عصر البريكامبري، والعصر الفراعني. ولا تنسى أنه لسه معك 3 وسائل مساعدة، رأي الجمهور أو حذف إجابتين أو استشارة صديق. ممكن استشير صديق؟ ومن هو الصديق؟ أبو الغضب. شو بيشتغل أبو الغضب؟ ضابط مخابرات ديل. طيب. مرحبا أخ أبو الغضب. أهلين. معك أبو مرهف من برنامج رحلة المليون. إيه مو فاضي هلا، عندي اجتماع. لعنة. نقطع الخط. شو هالخط المسخم؟ المخبر، هل هو اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ يلا لشوف. اسم مفعول. خطأ. شيء مشترك بين أغنية لفريد الأطرش وجهاز يستعمل في السجون. بساط الريح. صح. فرع الدوريات بيتبع فرع الاقتحام ولا فرع المحاوطة ولا كل الأفرع؟ كل الأفرع. صح. يتم التحقيق في غرفة مظلمة من أجل زيادة التركيز أو إرهاب المتهم. إرهاب المتهم. صح. وهلأ بدنا نشوف مين رح يطلع برات الحلقة. اكتبوا لي ترشيحاتكم. عجلوا عجلوا، خلصوني بلا نياطة. عمار، ليش بلال؟ لأنه جاوب أحسن واحد فينا وحسيت أنه بيشكل خطر علينا. للأسف أنت الحلقة الأضعف. تفضل اطلع لبرا. يلا انقلع تضرب بها الراس. صار طلعت أنا الحلقة الأضعف. طبعا أنا سبق وبلغتكم أني رح أعمل مسابقة بيناتكم حتى أختار الشخص يلي رح يستلم محلي. وهالمسابقة هي عبارة عن تقرير مكتوب، بقى بدي من هون لبكرة كل واحد منكم يقدم لي تقرير، ويلي رح يكون تقريره أهم هو يلي رح يقعد محلي. ومثل ما قلت لكم التقارير لازم تكون جاهزة على مكتبي. تفضلوا. لا لا تفضلوا على شغلكم.
شو ان شاء الله عجبتك السهره؟ ماشي حالها. بس ماشي حالها؟ لكن شو بدي اقول لك؟ يعني بصراحه توقعت يتاخد عليك بهيك سهره. اوف، ليش بقى؟ لانه كنا انا وياكي محور اهتمام السهره، والكل عم يشقشل فينا وبده رضانا لنرضى. ولك حتى المطرب ترك وصلته وقعد يغني لنا انا وياكي. واذا كان يعني وشو الفائده دخيلك؟ شو بكي سوسان؟ لا شايفك مو على بعضك منوب، خير في شي؟ بدك الصراحه انا زعلانه شوي. ليش بقى؟ ما عاشري بده يزعلك، خير؟ لكن معقول يا منظوم لهلا ما تنتبه اني انا قصيت شعري؟ اه صحيح، اي والله قصيتي شعرك انت، الف مبروك ان شاء الله، وان شاء الله كل قصه وانت بخير يا حق. وانت بخير. شو بنا؟ صدقيني ما انتبهت. اي والله انقهرت منك. اي معلش انا بعرف كيف راضيك. يعطيكم العافيه. الله يعافيك سيدي. تفضلوا. جاهزين للمسابقه؟ جاهزين سيدي. اذا رح نبدا من الشمال، اللي لشوف يا مسؤول الاسواق، شوف فحوى تقريرك. سيدي الشباب اللي عندي قدروا يرصدوا تحركات موظف بسيط كان بالسوق امبارحه وعم يبحتر مصاريه هيك على ابو جنب. كيف يعني؟ يعني اول شيء اشترى 4 كيلو شوكولاته وكيلين حلو بالسمن العربي الفاخر، وبعدين اشترى نص كيلو سنوبر. ومعلومكم سيدي الموظف يلي ما عم يرتشي ما بيقدر يشتري هالشغلات من راتبه، وخصوصي السنوبر نظرا لارتفاع الاسعار. صحيح هالكلام، السنوبر غالي. لهالشي شكينا فيه وحطيناه بالبال تمام، وبعد الدراسه الفوريه والمراقبه الشامله تبين لنا انه هالموظف المنظوم هاد رجل فاسد وعم يرتشي. وعندي هون بالتقرير سيدي معلومات كامله عنه ولمحة عن حياته من وقت ما ولد لهلأ، وكمان بيان بأمواله المنقولة وغير المنقولة. بنتيجة بعض التحريات السرية اللي عملناها اكتشفنا شبكة كاملة من الموظفين الفاسدين، وهذا الموظف منهم هو أحد أعضاء الشبكة. نعم سيدي، وبهالتقرير يلي بين إيدينا في كل المعلومات والتفاصيل اللي بتريدوها. يعطيك العافية، بس للأسف هالتقرير عادي وأي واحد ممكن يعمل مثله، وبصراحة هيك تقرير ما بيأهلك لأنك تستلم رئيس فرع. يعني خسرت أنا سيدي؟ إيه نعم، وللأسف الشديد أنت هلأ برات المسابقة. خلينا نسمع هلأ تقرير مسؤول أمن الملاعب والصالات، تفضل. سيدي أنا شخصياً كنت بالملعب مبارح عم بحضر مباراة بالدوري، كالعادة اندسيت بين الجمهور، قلمي بإيدي، مسجلتي بجيبتي وكاميرتي بكتفي. وشو صار معك؟ شفت شيء مو طبيعي بالملعب؟ نعم سيدي، في جماعة اندسوا بين الجمهور وبلشوا يشتموا ويسبوا. شو سبوا؟ الحكم سيدي. سيدي إذا الحكم مو مشكلة، تفضل تابع. في واحد من هدول المندسين سيدي بلش يبربر ويحكي حكي طالع نازل. مثل شو مثلا؟ يا سيدي قال إذا هالمسؤولين بيرفعوا إيدهم عن الرياضة بهالبلد بتصير بألف خير من الله، وفي 4-5 من اللي حواليه أيدوه وقالوا له الحق معك. قالوا له الحق معك؟ العمى، العمى على الوقاحة. وأنا يا سيدي أرفقت أسماءهم وعناوين بيوتهم وصورهم بكل الأوضاع بالتقرير تبعي ومعلومات كافية ووافية عنهم. يعطيك العافية، بس معليش خلينا واقعيين، هالتقرير هاد روتيني وما في شي جديد، وللأسف أنت الحلقة الأضعف وصرت برات المسابقة. مثل ما بتأمروا سيدي. خلينا نسمع هلأ تقرير مسؤول المطاعم والمقاهي، تفضل. سيدي بشكل عام أحوال المقاهي بالشارع العربي عال العال، يعني الناس مروقة كتير وعم ترتاد المطاعم والمقاهي وعم تشرب الأرجيل العجمي والمعسل وعم بيلعبوا طاولة الزهر والشدة ومن جميعهم. يعني ما شفت شي غير طبيعي من مبارح لليوم؟ امبلا سيدي شفت، مبارح في واحد كان عم بيلعب طاولة زهر مع رفيقه، حدف الزهر إجا دويك قام عصب كتير وسكر الطاولة وصار يبربر وقال انه الله يلعن هالأيام شو منحوسي. العمى بقلبه هيك قال؟ نعم سيدي، وفي تقرير عندي بيتضمن اسمه معلومات عنه وصوره بكل الأوضاع. يعني عملتوا تحريات عنه؟ طبعا سيدي،
ونتيجة التحريات طلع الزلمة متزمر ومو عاجبه شيء أبدا، ودائما عم بينفخ ويبربر وعم بيجيب معدل المسؤولين سيدي، ويا ريت هيك وبس. لسه في شيء كمان؟ طبعا سيدي، وهذا الأخ طلع بيشتغل عامل بمصنع للقطاع العام، والسنة الماضية لما طلعوا العمال مسيرة طوعية بمناسبة عيد الإنتاج صاحبنا ما رضي يطلع وتمارض وقعد بالبيت، ولما سألوا المسؤول النقابي ليش ما طلعت بالمسيرة، احذروا شو جاوبوا يا سيدي. شو جاوبوا؟ جاوبوا بلا مسيرة بلا بطيخ مبسمير. يخرب بيته على هالوقاحة العمى، في واحد عاقل بيحكي هالحكي؟ أكيد هذا مجنون ما في كلام. وأنا عم بقول هيك من الأول. في شيء تاني بالتقرير؟ لا لا سيدي هذا هو. يعطيك العافية. بس كمان يلي بدي أقوله، تقريرك روتيني كتير وما في إبداع. يعني أنا طلعت من التصريات سيدي؟ للأسف طلعت. لنشوف مسؤول الكازينوهات شو عمل. هات لشوف سيدي. امبارح اكتشفنا مدير كازينو كان عم يفسفس ويحكي حكي طالع نازل. حكي طالع نازل؟ مثل شو؟ كان قاعد هو ورفيقه عم يشكيله همه، قال انه جاب فرقتين راس من اوروبا الشرقية وكلفوه بلاوي زرقة، بس ما صار عنده شغل لانه الحالة الاقتصادية تعبانة كتير، وانه الناس ما معها مصاري تروح على الكازينوهات وتتفرج. وقال سيدي انه الشغل ما رح يرجع مثل ايام زمان الا اذا انفتحت البلد وعملوا خصخصة والغوا ضريبة الرفاهية المفروضة على فنانات اوروبا الشرقية. العمى بقلبه هلأ هاد صار بده يحكي بالخصخصة؟ خصخصة ضريبة عشرة بتقش. وبهالتقرير سيدي مكتوب كل شي عنه. يسلموا ايديك، بس للدقة والموضوعية كمان تقريرك عادي كتير وما في اي شي جديد. لنسمع اخر تقرير لنشوف. تفضل سيدي. انا ما كتبت شي. شو هالحكي؟ ليش ما كتبت شي بقى؟ شو يعني انسحبت من المسابقة؟ بالعكس سيدي، أنا ما انسحبت، بس باعتباري مسؤول المرئيات والمسموعات فتقريري مسجل على شريط كاسيت. مسجل بصوتك يعني؟ لا سيدي، على هالشريط مسجل حوار عائلي بين زوج وزوجته جرى مبارح بالليل. حوار سياسي؟ لا سيدي، انت اسمع الشريط وبعدين عطيني رأيك. هات سمعنا لشوف. بدك الصراحة؟ أنا زعلانة شوي. ليش بقى؟ معاشر بدي زعلي خير؟ لكن معقول يا منظوم لهلا ما تنتبه لأنا قصة شعري؟ صحيح. وقف 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 المسجلة شوان، وقف المسجلة. حاضر سيدي. ليش سيدي؟ خلونا نسمع التسجيل الأخير. خلاص خلاص خلاص، ما في داعي نسمع شيء. خلاص. بس سيدي نحن ما فهمنا شيء. مو ضروري تفهموا، المهم أنا فهمت. ولك العمى بقلبك، شلون قدرت تسجل هيك شريط؟ سيدي أنا مو بس سجلت شريط كاسيت. شو سجلت كمان؟ أنا عندي شريط فيديو وسي دي وفلوبي كمبيوتر ودي في دي لكل شي صار بعد ال... الله لا يعطيك عافية فوق تعبك. العمى كل شي توقعته إلا أنه يوصل للبلة دقني. بس شو رأيكم مهنيا بالتقرير تبعي سيدي؟ بصراحة التقرير تبعك أقوى التقارير ولا تشوبه أي شائبة. والمعنى سيدي؟ المعنى أنه أنت أكثر واحد بيستحق يقعد محلي. مبروك للعمى، طلعت أنا الحلقة الأضعف. يا صائب بيك الله يرضى عليك، افهم علي الكلام، افهم المرامي البعيدة. صحيح أنا بدي ضمن مشمش الغوطة لشكري بيك بسعر رخيص، بس بالمقابل أنا رح أخذ نسبة من أرباح الأمردين ونقوح بمقدار 40%. بقى الله يرضى عليك، وافق على الفكرة وأمضي معهم العقد ولا تعمل لي مشاكل. نعم؟ لك يا أخي علي صوتك. أيوة 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 فهمت عليك، وطي صوتك. صدقني يا صائب بيك نحن الكسبانين، ولو دفعنا حق الخيط غالي، لأنه الخيط يلي جايينا فهم علي جايينا خيط مزوي ومفتول ما بده معالجة. بقى بلغ كل الأعضاء بموافقتي وقل لهم مسعود بيك هيك أمر، وما بدي أي اجتهادات خنفشارية من أي كان، وجهزوا لي العقد مع إسبانيا حتى وقع لكم يا المساء. نعم؟ ماشي الحال، غيره في شيء؟ أوكي أصبح يعطيك العافية. إنصاف يا إنصاف.
مار ابن عمي. ما يأمر عليك يا ظالم؟ مين في عندك يا ترى؟ هذا الجراتي مرام وفريال جايين يتعرفوا علي ويباركوا لي من جوازتي منك. ومطولين ليروحوا؟ حاكم انا قلبي عم يعمل حب على ما اقعد انا وياكي. ليش كل هالقد اخذ عقلك؟ واكثر، لانه بصراحه يا انصاف القعده معك والركون الى عينيك الجميلتين بخليني طير طيران واسبح بعالم الفتنه والجمال. لك ريتك تقبري عظام يا قبر يا انصاف. لا تحكي هيك مسعود، تعرفني بخجل. ولك يا انصاف، اذا ما حليت ريقي وطريت لساني وانا بشهر العسل، ايمتى بدي احلي لك؟ على كل حال حبيبي، ما بتصوري طوله عندي. ليش انت مالك رايحه الجمعيه؟ مو ضروري، قضيت شغلي على التليفون. اصبح رح اوصي لك على قهوه. تشرب قهوه؟ لا ما بدي قهوه، يا ريت تقليله لصبحيه تعمل لي شاي بالقرفه احسن. من عيوني. يسلموا لي عيوني. تؤمر امر. الله يخليك. عن اذنك حبيبي. تفضلي حياتي. طالع كلها بس لا تقولي لها. لا تواخذوني يا جماعة، تأخرت عليكم. لا ولا يهمك، عم نتسلى بالصور. ايه وان شاء الله عجبوكم. بيطيروا العقل، وخصوصي صور فرنسا اللي اخذت يوم الكوتزور والشانزليزي. شفتي ما احلاهم؟ طب بدي اسألك انصاف، ولا تواخذيني اذا كان سؤالي محرج اليك. ولا يهمك حبيبتي، اسألي على كيفك. قديش حاطت لك مسعود بيك متأخر مهرك؟ 800 ذهبة. ويا ترى كاتب لك من املاك وشي باسمك؟ ايه طبعا، كاتب لي بيتين باسمي، واحد بالقنوات والثاني بسوق ساروجه. بس بيتين؟ ايه والله قليل، يعني بلا منقود. مسعود بيك عنده املاك ما بتاكلها النيران ولا بتقرمط هالفيران. صحيح، ولهالسبب مطوب لي ارض بالغزلانيه ومزرعه بجسرين. الله يجعل يومي قبل يومه يا حق. الزلمه مسدتني ومخنمني، ولو طلب منه لبن العصفور بيخلق لي يا خلقه، شو بدي احسن من هيك؟ يا مين تراها عم يقول لي ميلي علي ميلي، ريتك تسلميلي. ايه طيب، بدي افهمه شغله واحده بس. شو هي هالشغله بقى؟ ايه يعني ليش كل هالقد طاير عقله فيكي؟ ايه طيب، اذا من ناحيه الجمال صحيح انت حلوه، ايه بس في احلى منك بكتير. مزبوط، بس هيك حظي وهيك نصيبي. طب هو شو حابب فيكي بالضبط؟ اسمعوا هالحكي، ايش شايفتيني قدامك قطعة ولا عرجة؟ لا سلامتك، مو هاد قصدي، بس لأنه عمري مثل عمرك ما عم أقدر أعرف شغلة واحدة بس. ليش الخطابين ما عم يقربوا علي؟ لا وما عم اسمع إلا هالدرويشة أخذت المليونير، وهالفقيرة أخذت الملياردير، وأنا قاعدة عم بتطلع بعيوني وعم بتحسر بقلبي. نصيب يا فريال، كله بيرجع للنصيب. ما بتآمني أنت بالنصيب؟ بآمن، بس وينه؟ إيه طولي بالك، إلا ما يجي. والنصيب دائما بيطبع الانسان على غفله هيك بدون موعد وبدون مقدمات. ايه الله يسمع من تمك ويبعث لي مثل ما بعث لك. ايه بس ما قلتي لي مسعود بيك شو بيحب؟ يعني واحد بعمره بمركزه كرئيس لجمعيه التجار والملاكين، يعني بيكون ذوقه صعب ولا شلون؟ يقبر قلبي، لا صعب ولا شيء. مسعود روح قلبه الشكل الحسن والكلمه الرقيقه والصوت الحلو. يعني بيحب يسمع مطربين؟ تمام، بس قبل كل شيء بيحب يسمع صوتي، ودائما بينادي لي يا شحرورتي. ليش انت صوتك حلو؟ ما بعرف اذا حلو ولا بشع، بس على قلبه احلى من العسل، ويمكن احلى من صوت ام كلثوم كمان. وشلون تعرفتي عليه؟ مثل ما قلت لك، مسعود عنده ضيعه بالغزلانيه، وابي كان يخدم عنده مرابع بستان، ومدري شلون مره من المرات سمعني وانا عم غني وبدون ما انتبه قام طلب من ابي اني اقعد قدامه وغني. وبالفعل هذا يلي صار، وبمجرد ما شافني وسمع صوتي وقعت بقلبه، وهيك صار النصيب. وعطى ابوكي مصاري؟ ايه طبعا، وليش لحتى ما يعطي؟ بالعكس اشترى له بيت وارض كمان. وانت بتحبيه من قلبك ولا بس لانه خلصك من الفقر والتعتير؟ ان اجيتي للحق بحبه من جوات قلبي، لانه شايفني ومو مصدق. والبنت شو بدها اكثر من هيك؟ الله يجعل يومي قبل يومه يا حق. ايه نيالك. ايه عقبالك. قلتي لي صوتك حلو مو هيك؟ هيك بيقولوا. ايه ولي على حظي، ايه عندي صوت بوقع العقل من عجوزي، ورغم هالشي كل ما بغني بيقولوا لي حاجتك بقى يا صرعتي راسنا.
طيب ممكن نسمع صوتك؟ إيه ليش لا؟ بس دي اسمع صوتك أنت بالأول. لا أنت. والله والله إذا غنيتي أنت بالأول حغني أنا بعد منك. ما بقدر يا مرام، صدقيني ما بقدر، صوتي مبحوح. طيب أنا رح أغني، بس بدك تغني بعد مني أنت. ها ولا يهمك، يلا شجعيني أنت بالأول. وخاف البعد توحشني، وخاف البعد توحشني، وخاف القرب تتركني قريب مني، تناجيني خط في بعدك يشغلني، هرب مني تناجيني وطف بعدك يشغلني، بعيد عني تناديني ومين يقدر يوصلني، لأنا بصبر على بعدك لحد عنيا ما تسلم، ولا بفرح في مربك وخلي الفرحة تتكلم، وقول امتى انا وانت حنتقابل، نتقابل مع الايام، وقول امتى انا وانت حنتقابل، نتقابل مع الايام، مع وشوقي ليك، حب نوربك وخوفي عليك، دليلي احتار، دليلي احتار وحيرني. قولي شو هاد؟ صوتك حلو كتير. حاجتك بقى، لا تاكلي بعلي حلاوة ولا بصدق حالي بعدين. قسما بالله صوتك حلو وانا ما بطلع نقطة ببحري. ايه حاجتك تواضعي ومسكنة انت التانية. يلا سمعينا لشوف لمين بتغني انت. انا بحب الاغاني الريفية بحكم تربيتي، ومسعود بحبها مني كتير. الخلاصة سمعينا، نطفتي لي قلبي. على عيني. مدلل والله مدلل، هذا محبوبي مدلق، عاف الليل وسهر الليل، عاف الليل وسهر الليل، بس أنا عيوني تذبل، مدلل مدلل عيوني، شقد مدلل شقد السهرات حلالي، كل ما شوفك قبالي وانا ديك. تفضل. عفوا يا انصاف، بس سمعت صوت جميل غير صوتك. هي صوت جارتنا مرام، تحب تسمع صوتها؟ يا ريت. حاكم انا مثل ما بتعرفي يا انصاف، حجة بالحكم على الأصوات. يلا مرام سمعينا صوتك. إيه بس أنا هلا ما بدنا مستحف. ماشي الحال، اعتبريني مثل أخوك الصغير. في يوم ما تسعدني فوربك، في يوم ما تسعدني فوربك، هلاقي كل الناس أحباب، ويوم ما تسعدني فوربك، ويوم ما تسعدني فوربك، هلاقي كل الناس أحباب. شو هالحكي؟ مسعود بيك مريض؟ اي نعم يا أم ممدوح، صار له 15 يوم ملحوش بالفرشة. لك عن ليش رايح هالاجتماع؟ طبعا بدي روح، يعني إذا كان مسعود بيك مريض بتوقف الدنيا. لا تنسي انه جمعية التجار والملاكين هي العصب الحساس للسوق. طيب شو صار مع مسعود بيك؟ شو سبب هالمرضى تبعه؟ ايه شو بيعرفني؟ بس هو الله يصلحه راكد ورا بسطه وكيفه، مفكر حاله لساعته شب وعلى سهر وطرب وحفلات. لا والافندي تجوز وحدة قد بناته. صحيح، وصدقيني هالجوازة بدها تجيب اخرته.
اي مكمل لبسي وروح لحق الاجتماع. انا بدك شيء؟ سلامتك، الله معك. يلا مع السلامه. لا حول ولا قوه. تفضل حبيبي. يسلموا هديات حبيبتي. حطيتي عسل للزهورات؟ ايه حبيبي، حطيت لك معلقه عسل كبيره، لانه العسل فيه شفاء للناس. معك حق. طمني هلا شلون صرت؟ ماشي الحال، بس مو كتير. والله يا انصاف لساتني عم حس بشويه تعب. يعني بشو حاسس هلا؟ ما بعرف يا انصاف، حاسس وكانه في بلاطه محطوطه فوق صدري، وطابق صدري تمام من هالبلاطه، وحاسس كمان كانه سيخ حديد بظهري. كيف ما تحركت عم يوجعني ظهري يا انصاف. اضرب عليك ان شاء الله، الله يبعت الوجع على جسمي. وحاسس يا انصاف كانه في شوكه بحلقي، وسكينه بحنجرتي، وصخره على كتافي، ومدقه هاون فوق راسي، وشاكوشه باذني، ومنجل بعيني. يعني الخلاصه كلي على بعضي ملخبط لخبطه ومخبص تخبيص. لا حول ولا قوه الا بالله. إنه منين إجتك هالشغلة ما بعرف؟ لسه من جمعة زمان كنت عم تغني معنا مثل الحصان. أنا حصان أنت التانية؟ شبنا أنصاف؟ نسيتي؟ قلي هلا، ما بدك تروح بكرة تحضر اجتماع الجمعية؟ لا لا، ما رح أقدر. بس أنت رئيس الجمعية، يعني لازم تكون موجود بالاجتماع لحتى تعرف شو عم يحكوا. ما في مشكلة يا أنصاف، طالما أنا مو موجود الاجتماع رح يكون رفع عتاب. يعني مستحيل ياخذوا قرار اذا كنت مالي موجود. لازم يشاوروني. ايه معلوم بدهم يشاوروك، لانك كبيرهم بالقدر وبالقيمه وبالوجاهه وبكل شيء. الله يخلي لي اياك يا رب. وينك انصاف؟ قبل ما انسى، ابعتي حدا لبيت ابو ممدوح نائبي، وخليه يقول لهم انه انا مالي جاي على الاجتماع بكره. خلص ببعث له خبر. عظيم جدا، لكن الله يرضى عليكي غني لي هيك غنيه رهجه، لاني بحب اسمع صوتك برتاح عليه. لا حبيبي، هالمره انت اللي لازم تغني مو انا. انصاف انا بهالحاله شلون؟ ايه طبعا بتقدر. يلا لنشوف، بدي اسمع. والله ما بعرف. طيب طيب رح حاول. اراس الماء بلا ذنب جفتني، وكانت أمس من بعضي ومني، كأني لم أداعبا لعوبا، ولم تهفو إلي وتستزيدني، كأن الليل لم يرضى ويروي أحاديث الهوى عني. أنا مرضان وعم غني، يعني ما صاري قريت. هدوء شوي لو سمحتوا. تفضل. بعد إذنكم بدنا نبدأ اجتماع جمعية التجار والملاكة، وراح أترأس أنا الاجتماع اليوم بالنيابة عن مسعود بيك. مسعود بيك مو جاي على الاجتماع اليوم؟ الحقيقة اعتذر لأنه متوعد صحيا. الله يعافيك. لا لا لا، الله ما بيسألك. الله يعافيك. وإن شاء الله حالته أحسن هلا. ماشي الحال، بس مثل ما بتعرفوا مسعود بيك قطع 75 سنة، وأي شغلة صارت تأثر عليه تأثير مباشر. الله يطولنا بعمره يا رب ولا يديمنا من بعده. بالفعل يا جماعة، أنا ليل نهار عم أدعي لمسعود بيك بطول العمر، لأنه عدم المؤاخذة جمعية التجار والملاكي ما بتسوى شيء من بعده. طبعا نحن كلياتنا ما بنسوى شيء من دونه. شو نسيته انه هالجمعية هي تأسست على ايديه، وهو اللي وقفها على رجليها وعمل لك ايام بهالبلد؟ بالفعل يا جماعة، افضال الزلمة على جمعيتنا ما بتنتسى ابدا. بس يعني نحن لازم نفكر بواقعية شوي. شلون يعني؟ يعني محبتنا له وولائنا ما لازم نسينا مصلحة الجمعية. شو قصدك ابو سعيد؟ عفوا،
يعني نحن كمان لازم نفكر بمستقبل هالجمعية بعد مسعود بيك، الله يطولنا بعمره. هو صحيح الأعمار بيد الله، بس الموت حق، حق على كل بني آدم. ما راح يخلد بهالدنيا يعني، لأنه ما حدا خلد قبله. والزلمة الله يعطيه طولة العمر، قطع ال 75 سنة وصحته كل مالها لورا. وجوازته الآخرانية ذبحته ذبح، والسهر والدخان راح يجيب آخرته، الله يطول بعمره. صلي على النبي أبو سعيد، شو هالحكي يا؟ أنت هيك عم تهاون على الزلمة. معلش أبو ممدوح، أبو سعيد عم يحكي صح، وهذا الموضوع بالذات من زمان كان لازم نتناقش فيه. أنا موضوع أنت الثاني؟ موضوع الشخص اللي ممكن يخلف مسعود بيك بعد عمر طويل. ما بعرف يا جماعة، هذا الموضوع حساس كتير ومو لازم نناقشه إلا إذا كانوا كل أعضاء موافقين على بحث هيك موضوع. يلي موافق يرفع إيده لو سمحتوا. طالما الجميع موافقين ما في مشكلة، خلينا نحط هالموضوع على بساط البحث. في حدا عنده شيء اقتراح معين؟ أهم شيء لازم نفكر بالبديل، يعني عفوا مثل ما قال أبو سعيد، مسعود بيك صار على حافة قبره، يعني بصراحة يا مصابح يا ماسي. وبيني وبينكم المسكين الله يوجه له الخير، يعني كان يحب الطرب والنسوان والسهر، وهالشيء من شأنه يقصر عمره. وحتى ما نتفاجأ بوفاته ونعبط لازم نكون مجهزين كل أمورنا. ما في مانع، بس كيف بدنا نختار البديل؟ طبعا مسعود بيك ما له بديل أبدا، يعني ما في إنسان ممكن يسد الفراغ اللي راح يتركه بعد وفاته لا سمح الله. لكن يا جماعة شو بدنا نعمل؟ هيك حال الدنيا. معك حق أبو خليل، يعني لحتى نكون واقعيين ما في بيناتنا شخص بيملك حكمة وشجاعة وحنكة مسعود بيك. بس شو بدنا نعمل؟ مثل ما بيقولوا، شو جبرك على المر غير الأمر. بقى مين بتقترحوا يقود هالجمعية بعد مسعود بيك الله يرحمه؟ قصدي يعني بعد عمر طويل. قبل ما نقترح حدا لازم نتفق يضل هالموضوع سر بيناتنا منشان ما نأذي مشاعر مسعود بيك. موافقين يا جماعة على السرية مثل ما قال أبو سعيد؟ اجمع. معناتها إذا بتريدوا كل شيء بنحكيه هون ما لازم يطلع لبرا، يعني هون حفرنا وهون طبرنا. وشغلة الجواز والطرب والسهر كل هالشيء شأن خاص فيه ونحن ما لنا علاقة فيه نهائيا. إيه مين بتقترحوا هلا ليخلف مسعود بيك؟ أنا بشوف ما في غيرك يا أبو ممدوح، باعتبارك أكبرنا سنا وباعتبارك حاليا نائب رئيس الجمعية. هذا الحكي المزبوط. لا معلش، يا ريت تعذروني، أنا ما بقدر على هيك مسؤولية أبدا. مسعود بيك وين وأنا وين؟ ما اختلفنا يا أبو ممدوح، بس نحن هلأ بوضع حرج ولازم نلاقي حل بسرعة. يعني صاير فينا مثل سفينة بنص البحر ولازمها ربان ماهر ليقود هالسفينة لبر الأمان. طيب خلونا نأجل هالموضوع للاجتماع الجاي، ما في داعي نستعجل وناخد قرار متسرع. موافقين على التأجيل؟ شو حبيبي؟ شايف تغيرت أوعي؟ بدك تروح على شي محل؟ ايه والله يا انصاف، بدي اطلع بجنازة ابو سعيد الله يرحمه ترابه. هلا لا تفور لي دمي، انت قدران تطلع بجنازات؟ ما بيصير يا انصاف، ما بيصير، لانه المرحوم كان من اعز اصدقائي، وغير هيك وهيك كان من الاعضاء النشيطين بالجمعية. بقى معقولة ما اطلع بجنازته يا انصاف؟ ما اختلفنا يا حبيبي، بس مالك شايف حالك مو قدران تمشي؟ معلش الله بيدبرني، مو مشكلة. يا معين العاجزين يا رب، خاطرك روحي. الله يكون معك. يا الله يا الله يا معين العاجزين. قبل ما نبدأ الاجتماع سمعونا الفاتحة على روح أبو سعيد الله يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وزينة. آمين. رحمة الله يا رب. مو جاي مسعود بيك على الاجتماع اليوم؟ مسعود بيك مخبص شوي بعد ما شاركنا بالجنازة. الحقيقة إصرار مسعود بيك على أنه يمشي بجنازة أبو سعيد رغم مرضه وتعبه بيدل على نبل هالإنسان هاد وأخلاقه العالية. بالفعل مسعود بيك إنسان نبيل وصاحب واجب وبيفهم بالأصول. إيه الله يشفيه ويعافيه يا رب. إيه قسما بالله يا جماعة، نحن ما بننسوا شيء بهالجمعية من دونه. على فكرة يا جماعة، وفاة أبو سعيد مو لازم تنسينا الموضوع اللي اتفقنا عليه بالاجتماع الماضي. شو قصدك؟ يعني مثل ما حكينا الموت حق على كل إنسان، وهي أبو سعيد انخطف خطف من بيناتنا، ويمكن هالشي هاد انذار من المولى عز وجل
لحتى ننتبه ونحضر حالنا. والله يا جماعة الله يجيرنا من شي أعظم. إذا صار شي لهالزلمة لا سمح الله راح تفرط جمعيتنا وراح نروح لحنا دعوسة بالرجلين. مشان هيك لازم نختار الشخص اللي ممكن يخلف مسعود بيك الله يطولنا بعمره. أنا برأيي يا أبو يحيى نركز هلأ على الشاغر اللي بده يشغل مقعد المرحوم أبو سعيد. مشان هيك رح نأجل موضوع خليفة مسعود بيك للاجتماع الجاي. موافقين على التأجيل؟ شو حبيبي؟ ما بدك تطلع بجنازة أبو يحيى؟ صدقيني يا أنصاف مالي مروة اتحرك. حاسس في شي بركبي عم يطرق طرق مثل البسامير. ولي على قامتي عليك يا مسعود. أصبح خليك مرتاح بالبيت. إيه الله يرحمك يا أبو يحيى. قديش كان جاي على بالي امشي بجنازتك. بس يا خسارة مالي نصيب امشي بجنازة الزلمة. انصاف غني لي شوي صوتك بريحني حبيبتي. بس منغني سوا. ايه على عيني وراسي ما في مانع منغني سوا على شرط ترقصي لي. برقص لك. طيب غني لي شوي شوي غني لي وخد عيني غني لي شوي شوي غني لي وخد عيني غني حياة الروح يسمع العليل تشبيه المغنى حياة الروح تسمع العليل تشفيه وتداوي كبد مجروح تحتار الأطباء فيه. يا جماعة سمعونا الفاتحة على روح المرحوم أبو يحيى. بسم الله. آمين. طبعا قبل كل شيء اسمحوا لي رحب بعضو الجمعية الجديد الأستاذ عادل يلي حل محل المرحوم أبو سعيد. أهلا وسهلا. أهلين وسهلين يا أهلا. بالنسبة للاجتماع اليوم رح نخصصه للحديث عن مناقب الفقيد أبو يحيى ورح نناقش موضوع الشاغر يلي ممكن يشغل محله. طبعا مثل ما اتفقنا بالاجتماع الماضي بدنا نحكي شوي بمستقبل الجمعية بعد مسعود بيك الله يطول بعمره. آمين يا رب العالمين. يا الله يا الله هلكني عرق النساء هلكني. قولي على قامتي عليك يا مسعود لوين رايح؟ لوين يعني على الاجتماع؟ أنا اجتماع الجمعية. شو نسيتي إني أنا رئيس الجمعية يا أنصى؟ لا حبيبي ما نسيت بس صار لك زمان ما حضرت اجتماعات. ايه صحيح الحق معك صحيح بس اليوم الاجتماع مهم كتير ولازم احضره. وقدران تمشي؟ ايه بدبر حالي. مو مشكلة يلا امشي مطعك يلا خاطرك تعيلنا. الله يكون معك. الله يطول عمرك ويجعل لك بكل خطوة سلامة يا رب. يا الله ما في غيرك. الله لا يبارك في الوجع. ارتاحوا 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 الله يعطيكم العافية. قبل كل شيء يا شباب خلينا نقرأ الفاتحة على روح المرحوم أبو ممدوح الله يرحم ترابه ويتغمده برحمته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لا إله إلا الله آمين. طبعا اجتماع اليوم راح نخصصه لنحكي شوي عن مناقب المرحوم أبو ممدوح الله يرحمه وراح نناقش كمان موضوع الشاغر يلي ممكن يشغل محل الممدوح أبو مرحوم محل المرحوم أبو ممدوح الله يرحم الترابه ويتغمده برحمته. طبعا نحن لازم يا شباب نتجاوز حزننا على أبو ممدوح ونفكر بعقل لأنه مستقبل الجمعية وأنا على رأسها طبعا هو الأهم
وبالنتيجة الموت حق على كل إنسان. هذا الكاس بده يشرب منه كل بني آدم، ما في مجال، ما حدا مخلد بالدنيا. هيك حال الدنيا، حدا مخلد؟ أبدا. بالمناسبة أنا داعيكم لحضور عرسي على زوجتي الجديدة، جارتنا الآنسة مرام، وبحضوركم يتم سرورنا. إما أحلاني واسكت له، في ناس ما بتنعطى وش، وإذا سكتتي لها بتستوطي حياتها وما بتعودي بتقدري عليها بنو. إيه والله قلتك. هلأ قلتي لي مو بقيان غير بنتك وكنتك هون بالبيت؟ إيه نعم يا ستي، بنتي عفاف الثانية اتجوزت والله يسر لها وسكنت ببيت حماها، وابني هشام الله يرضى عليه اتجوز عندي هون بالبيت. معلومك البيت كبير والغرف كتيرة وما حدا بيتضايق من حدا. إيه معك حق، وخصوصي بهالأيام حق البيت بيكسر الظهر. هو بصراحة هنن أهل البنت كان بدهن البنت تسكن لحالها، إيه بس بعدين اقتنعوا ورضوا ومشي الحال. وأنا من جهتي إيه عم عاملها لانتصار مثل بنتي سهام افر شكل. صحيح سهام ما شفتها، وينها؟ ما بدها تجي تسلم علي؟ نايمة تقبر قلبي. معلومة كان عندها فحص بكالوريا وعم تعوض السهر لسهرته قبل الفحص. صار لهم خالصين فحوصات شي أسبوع ما هيك؟ بالضبط. وشلون قدمت؟ والله على أولى كل شي تمام، بس خايفة شوي من القومية والإنجليزي. إيه الله لا يضوع على تعب. آمين يا رب. انتصار، ولك انتصار ويني؟ نعم بتعملي نري. ولك ليش ما عم تردي؟ انبح صوتي وأنا عم نادي لك. صدقيني والله العظيم ما سمعتك. إيه تعي لهون، تعي إمي صينية القهوة وشوفي لي شو عنا بالبراد فواكه. حاضر. مشان الله تقبريني ام هشام، ما تعذبي حالك، مالي مطوله. لا ولو سلامة خيرك، شو اقل منا؟ ايه انت ما بنشوفك الا كل حين ومين، اتصلي ما شفتك يمكن اكثر من سنه، مو هيك؟ قبل جوازه هشام بشهرين. ايه ها بصير هيك يا عم وفي. لا والله ما بيصير، معك حق، بس بتعرفي الدنيا ومشاغلها. هالدنيا وهمومها بتلهي الحمار عن عليقه. على كل حال أنا انبسطت بزيارتك، وإن شاء الله ديارك عامرة، والله يخلي لك أولادك وهالبنات وهالكنة الحلوة. تسلمي تسلمي يا أم وفي، تسلمي. صحيح قليلي، شلونك أنت وكنتك؟ إن شاء الله متفاهمين. والله يا أم وفي الكنة بهالأيام عم تفوت على بيت حماها وكل شي مأمن لها، ومع هيك بتلاقيها رافعة مناخيرها وعم تنق، ومو عاجبة العجب ولا صيام برجب. هلأ إذا بدك تقارني جيلنا بجيلهم رح يتعب مخك كتير. جيلنا شي وجيل هون شي. ايه ما اختلفنا يا امو في. يسلموا هالايدين. يلا مدي ايدك امو في، يلا بلي لي قلبي. يسلموا هالايدين ان شاء الله. انتصار، شو صار بالغسيل؟ الغساله عم تغسل ولا عم تنشف هلا؟ لا لسه ما خلصت غسيل. اصبح متى ما خلصت غسيل وبلشت تنشف لا تخليها تدور كتير مشان ما يرجع لك الغسيل ويعذبنا بالكوي بعدين. فهمتي ولا ما فهمتي؟ ولك ردي قليلي، شو اللي بيغيظك؟ بقول لك يلي ما بيلتكشني وبيرد بوشي. ولك فهمتي؟ لك ليش ما عم تردي؟ ولا سمعان مو هون؟ فهمت والله فهمت. اصبح لا تنسي تنشفي الغساله من برا ومن جوا بخرقه ناشفه لحتى ما تصدي. حاضر. وغيره؟ سلامتك. ايه اختي مو في، شو كنا عم نحكي؟ ايه صحيح تذكرت، كنتي عم تقليلي انه زماننا غير زمانه. ليش دخلي؟ شو بيفرق زماننا عن زمانه؟ ليش نحن كل هالقد كبار يعني؟ لا مو مسألة كبار، بس الايام تتغير يا ام هشام. هلا على ايامنا كان في غسالة اوتوماتيك؟ لا لا والله لا كان في غسالة ولا ضرابة. صدقيني بيت حماي ما جابوا الغسالة العادية الا بعد ما صار الشحاد عنده غسالة. يا ستي كلنا بالهوى سوا. ولك قليل شو كان ينهدوا كتافنا من ورا الغسيل. قضينا زهرة عمرنا ورا طبق الغسيل، ما نوصل للفرشة آخر النهار إلا وحيلنا مهدود هد. لا وعينا على جواز ولا كان عنا ساعة فضى نسلي حالنا فيها، ويا من شافنا عم نركض من الطبخ للجلي للمسح للكناسة للشطف لفرك السجاجيد لتعزيل الحيطان وغيره وغيراته. صحيح، بس شو بدنا نعمل؟ يعني ما بنقدر ناخد زماننا وزمان غيرنا. مو هذا قصدي، أنا اللي بقصده إنه كنا نحنا نعمل كل شيء ومنتم ساكت، وكان بدنا رضا الحماية قبل رضا رجالنا.
يعني كان إلا تم يأكل وما أنا تم يحكي. يا ستي عمره بده يمضى. هاي نحن ما شاء الله حولنا تجوزنا وسكننا لحالنا وصار عنا أولاد وأسهرة وكناين ويا عيني علينا. وين قايمة موفي؟ لسه بكير، ليش مستعجلة؟ تقبريني بدي روح على السوق جيب اللحمة والخضرة مشان الطبخ. حاكم مو صفيان غيري أنا وهالرجال بالبيت والرك كله علي. وشو رح تطبخي لهم اليوم؟ حاكم الأكل صاير بحير. والله مالي عرفاني، هلأ بنزل على السوق بشوف شو فيه وبلاقي لي شي طبخة. والله نحن رح نمضيها بلقمة مجدرة وصحن سلطة. صحي ذكرتيني البرغل بده تنقاية. ولك انتصار؟ نعم مرت عمي. ولك ما خلصتي نشر هالوعتين، لك قريضة طردك إن شاء الله. شو بدك مرت عمي قليلي؟ خلصيني خلصي وانزلي نقيلي شوية برغل وشوية عدس مشان المجدرة. حاكم نظرك أحسن من نظري. حاضر بتأمري. وفيقي سهام، صارت الساعة 11. ماشي حاضر. يا حبيبتي بخاطرك. الله معك. خلينا نشوفك انتي والمنات وجيبي كنتك كمان. ان شاء الله من شاء الله. لا والله مرت عمو مو هون. بدك منا شيء؟ ايش بيعرفني، فقت ما لقيتها. ايه سعيد بدك تاخر على الغدا شيء؟ إيه لا سلامتك، ما بدي غير سلامتك. الله معك. انا وعدتك اني حخسر مبلغ يرضيك لو انك تدني خصم 50% خصوصا بالنسبه لرحلات قبرص. هو انا قلت اوكي. ألو مرحبا سنان، كيفك؟ إن العقد الحمد لله منيحة بعد الخصام. والله ما بعرف، حاسة حالي مالي وحابة دردش معي. عندك شي؟ اللي عم على هالقصة إشي بدي ضل اشتغل بهالبيت مثل اللحمارة، والست سهام على طول نايمة وأمها على ضيفة رايحة وضيفة جاية، وأنا لازم أخدم الكل. ويا ويلي إذا قصرت، شو هدول جابين لبيتهم كنة ولا صانعة؟ بس بسيطة، أنا لازم لاقي حل مع هشام لأنه ما عاد فيني استحمل بنوب. صباح الخير نصور. صباح النور. بدي بعدين شو بدي ساوي؟ عم اعوض السهر اللي سهرته. شربي قهوه؟ لا حبيبتي، شربتها الصبح انا واخوكي وامك. شو عليهم شرب مره ثانيه مع بعض؟ اصبح حطي الدوله على النار ولقميها لبين ما اغسل وشي ومشط شعري وتنشط لي شويه. تتذكري مدرسه الرياضيات تبع صف الحادي عشر؟ بكلمك في البزنس. لك ايه بتذكرني شو كان اسمها؟ ايثان. لاني لما مدام غصون تذكرتها. يا ستي بتتذكري وقت اللي فاتت مره لعنا على الصف وكانت لابسه نظارات سميكه وحالتها حالي؟ ايه مزبوط. لا يا ستي يوميتها سناء بحكي معك بعدين. اجت مرت عمك. يا لطيف لازم اتصق في كلمتي. يا لطيف يا لطيف، شو هالدرج هذا؟ اهلين مرت عمو. اهلين حبيبتي. يا لقامته هالدرج. خير مرت عمو؟ دخيلكم رح يوقف قلبي. قومي قومي حبيبتي، قومي يا حلوة، قومي ناوليني كاسة مي تقبريني. بيتي كامي ما تعمو على عيني. دخيلك يا ربي. تفضلي ما تعمو. لك ليش هيك يا شاطرة مانك عاملة البيت لهلا؟ والله ما بعرف اليوم شو صاير لي يا مرت عمو، حاسة حالي من أول ما فقت إني مكركبة وجسمي مكسرت كثير، يعني ها الله أعلم ما بعرف، كأنه طرف قريب، ما بعرف. سلامة قلبك يا حلوة، بس يا شاطرة لازم الواحد يرتب بيته بالأول، ما هيك؟ يعني حلوة يجينا شي ضيف على غفلة ويلاقي البيت بهالمنظر؟ آه حبيبتي؟ يلا تقبريني، قومي، قومي عاونيني، خلينا نطبق الطبخة على النار وبعدين منلتفت على البيت أنا وياكي، إيه؟ وشو ناوية تطبخي اليوم يعني مرت عمو؟ جايبة معي بامية ورح اطبخ معها ملوخية. بعرفك ما بتحبي البامية، ما هيك؟ بلا مرت عمو هيك. لا حول ولا قوة الا بالله على هالمنظر. هلا انت ما استعجلت شوي بشراك اذن الاستيراد؟ يعني كان لازم تستنى حتى يرسل. شايف الدبراني على خيي؟ مو دبراني، نعسانة بدي اقوم نام. والله معك، وانا كمان تعبان كثير اليوم. بس يعني لسه لازم يرسي عليه.
شو بكير؟ صلي من صباحية الله وانا قاعدة عم بفعي. تصبحوا على خير. بكير مسرور، كمل المسلسل على القليلة. معلش اتركوها، شكلها تعبانة بترتاح، وانا كمان تعبت كثير اليوم. تصبحوا على خير عن اذنكم. وانت بخير. كلنا تعبانين بس بكير على النوم. تصبحوا على خير. انت من اهلك. وانت الثانية بدي اياك تفيقي بكره بكير، حاجتك بقى نوم للظهر، تقنت كثير المسألة. خلص ماما، هلا كل يوم بنحكي بهالقصة. لك صرت حاكي معك 100 مرة وكأنه ما حكيت شيء. خلص فهمت، من بكره رح فيق من أذان الصبح، مو هيك؟ لك الواحد بحط إصبعته بعينه، مثل ما بتجع بتجع غيره، ومرت أخوك يا عم تفيقي من الصبح وأنت نايمة وهي عم تشتغل. فهمت فهمت والله فهمت. لك مالك شايفة مرت أخوك كيف قال بوشها وعم تضحكها؟ من شو يا حزري؟ هي هيك طبيعتها، من أول ما تعرفنا عليها من سنتين ونص وهي هيك، فلا تقولي لي شغل وما شغل، كمان أنا صاحية متأخر بالنوم بس لما فيق ما عم خلي علي. المهم هلا أنا ما بحب الخلقة الناشفة وخصوصا من الكنة. لك حاجتكم قالوا إنا العمى بقلبكم كل سهراتكم مجادلة. وأنت أبو هشام ما تقوم تنام بفرجتك، وأحسن ما تنام على القاعد. أنا نايم على القاعد؟ طبعاً قوم نام جوا أحسن لك. على كلنا كلياتنا أهل منا. وأنت قلتي يا الله. وأنت بدك تقومي تنامي؟ خليكي خليكي سهرانة. ما بقدر تأخرت. يلا باي عنا. قلت لك بدي نام وتعبان، أجلي الحكي لبكرة. وبكرة رح تقلي نفس الحكي. قصتك وحفظت بصل غسل وشلي وطبخ. يلا في طبخ سينك من يلا. ايه رح خلصة بس الصباح رباح. تشرب قهوتك هون ولا فوق؟ لا بشربها هون، مو محزن اشربها فوق مستعجل. يعني انا هلا بدي افهم، ايه بدك تفضلي بالليل نعسان وبالنهار مستعجل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، شو بدك مني هلا فهميني؟ بصراحة يا هشام أنا ما عاد أقدر أتحمل، لازم تلاقي لي حل مشكلتي. شلون بدك حل مشكلتك يعني؟ ما بعرف، دبر حالك. شلون بدي أدبر حالي؟ 100 مرة فهمتك إنه أنا ما بقدر أفصل أكلي وشربي وعيشتي عن أهلي، وإني استأجر بيت لحالنا ما معي. بقى شو بدك يعني ساوي؟ بس أنا ماني مجبورة أشتغل مثل الحمارة بهالبيت، وأختك عملت لي حالة ضيفة. قسماً بالله رح تجيبوا لي جلطة أنت وأختي. تعال على هالعلاقة. فعلا عليك نسوان ما لحل؟ لا سيدي ما حذرت، إلها حل والحل عندي انا. وشو الحل بقى؟ انا رايحه لبيت اهلي. بدك تحردي يعني؟ احسبها مثل ما بدك. اسمعي انتصار، اذا بتطلعي برات باب هذا البيت مالك رجع له مره ثانيه، فهماني؟ ومين قال لك اني راجعه؟ وحياه عينك ما يراجع على هالبيت وتطبق السبع على الارض. يلعن هالعيشه. ولك شبكن على بكره الصبح الصبح وبالخير بقى، وحاجتكن عياط على حس الجيران. تعي اسمعي امي تعي، قال انتصار خانه بدها تحرد البيت اهلها لانه ما عم يطلع بايدي دبر بيت لحالها. ليش وقت طلبناها ما قالوا لأهلها انه السكنة ببيت حماها؟ همبلا بعرف، بس على اساس اني زوجي مو خدامي. ولك افرضي حالك انك عايشة ببيت لحالك، ما بدك تمسحي وتطبخي وتكنسي وتشتغلي، ولا هنيك الشغل بيصير لحاله؟ لا ما بيصير لوحده، بس وقتها بيكون شغلي على قدي انا وجوزي، مو على قدكم كلياتكم. شو شايفتك لبستي بسرعة، شو الظاهر ناويتيها ومجهزة حالك سلاف؟ مجهزة ولا مالي مجهزة، بس تلاقوا حل تاخذوني من بيت اهلي، وغير هيك ما عندي. شوفي انتصار للمرة الاخيرة عم قلك، ها اذا طلعتي من هالبيت مالك رجع له مرة تانية. وسيدي بالناقص، ومين قال لك اني رح ارضى ارجع؟ انتصار قصاصي رصك رص ضربي سد ما يرد. ولك بس بدي افهم على شو هالنمرة دي؟ بكيت لعميت ومشيت لحفيت لحتى قبلنا فيها، ولك العمى العمى على بنات هالايام. هي الله وكيلك، اذا بدهم يغسلوا كاسه ببيت حماهم بيتعبوا بينبرق ظهرهم وبتتكسر مفاصلهم. اي والله والله انا بيت حماي طحنوني الملح بكواعي. لا وفوق كل هاد كل شيء تحت القفل والمفتاح، بقى ليش كرهان انت الخانم؟ لك شوفي شو القصه يا عين، تراكم صوتكم طالع. مرت ابنك تاركين على راحتها، بتاكل بتشرب بتخبي غراض بوضتها، منغمض عيوننا بنعمل حالنا مو شايفين. بقى شو كفرنا اذا خليناها تشتغلها شوي زياده؟ شو راح ينقصها ايد ولا رجل؟ لك امي بشان الله حاجه، البنت مو هون لحتى تسمعك، مع مين عم تحكي؟ ما عم بحكي مع حدا، عم ما فيش خلقي، لاني انا بصراحه كابته وساكته من زمان. وليش بقى؟
شو ليش؟ كان بدي لا بالصرامي وقت اللي وافقت اني فوت الكني على بيتي. لا وشو فكرة حالة نضايفية كتير على اساس وقت شرفت لبيتنا كان الامل عم يسحبنا واجت هي نظافتنا. لك كل مرة بتفوت كني على بيتها ايه بدها ربط على المعنى. لك يا امي مشان الله حاجة بقى، الدنيا لسه الصبح بكير والناس نايمة، يعني ضروري كل ما تخانقنا اهل الحارة كلهم يدروا. هالبنت بلا رجعة لهون، انا ما عاد بدي اياها، اصلا هي طلعت بدون موافقتك، واذا كانت هالبنت ساحرتك ولا بدك اياها يا اخي روح لاقي لها بيت، خشة، غرفة، داكونة اسكن انت وياها، بس انه ترجع لهالبيت ابدا انا جسمي ما عاد يتحمل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولك سهام؟ سهام؟ فزي وليه؟ فزي؟ خير ماما شوفي ليش عم تقروشو؟ الله ليش شبعك نوم انتي التانية؟ هلأ فهمني سعيد بدك تقول لأمك ولا لا؟ يعني شو بدك يعني إلا؟ بدك يعني إلا تحكي بوشها لحتى ما تجرحي مشاعرها؟ بالله شو فكرك القصة مو محرزة ما هيك؟ يا سعيد عم قلك أمك صار عندها علم إنه صاير معي طرف قريب لك، ما دمت بنوم بعدين يعني رح تعمل لي اياها تراجيديا لانه مدت ايدها وساعدتني بهالكم غرض بالبيت. هلا انتم مو مقسمين الشغل بين بعضكم، خلص معناته القصه محلوله، بعدين اذا امي تناشفت بوشك شوي معناتها عم تعاتبك بطريقه غير مباشره. ايه لا مو هيك القصه، امك شو بدها يعني فيه من الصبح من قبل الشحاده وبنتها وساوي شغل البيت كلياته، قال شو بركي اجانا حدا من على بكره الصبح؟ هلا بس اللي بدي افهمه، مين بده يجينا من الساعه 8 الصبح؟ اللي مين؟ بعدين انا ما بقدر اقوم من فرشتي قبل الساعه 10 الصبح، يعني اذا امك بتحب تصحى بكير تستفل هي حره، اما انا شو ذنبي لحتى فيق مع بكير؟ شو ذنبي انا؟ يا عفاف يا روحي، يعني انتي سهرية شوي، فيق الصبح بكير، خلصي شغل البيت كلياته خلال ساعتين ورجعي نامي. حبيبي شوف لقلك، انا امتى ما فقت ما بعود بعرف ارجع نام. ثانيا واللي هو اهم سعيد انه انا ما بحب حدا يرسم لي اسلوب حياتي ولا طريقه حياتي اللي انا عايشتها، فهمت علي سعيد ولا عيد وفتي؟ وليش قطعت علي كاني مستخدم عندك؟ شفت شلون؟ شو شفت شلون؟ شو قصدك؟ يعني لما حكيتك بطريقه مو حلوه صرت مستخدم عندي، بس امك معلش تعاملني بالطريقه اللي هي بدها اياها، هاي مو مشكله معلش. تسلمي لي يا عفاف، انا تاخرت على شغلي وصار لازم امشي، وبس ارجع بنحكي، بس بدي اطلب منك شغله. دخيل عينك ما تفتح الموضوع مع امي مشان ما تزعل ماشي؟ يلا خاطرك. خايف على مشاعرها الافندي شي حلو. شوف يا ابو هشام الكلام اللي حكيته معك على بكره الصبح ما كان إلا كان تسميع لمرتك لحتى ما تطوط زنيتها، يعني أنا ما بدي إياك تطلع برات البيت، بس كمان إحنا مانا مستعدين نخدم مرتك لحتى ترضى علينا. أمي فهميني بشان الله، انتصار ما بدها إياكم تخدموها، بالعكس انتصار مستعدة تشتغل، بس بدها مين يعاونها يحسسها إنه مقدر شغلها وتعبها. ليش نحنا ظالمينها يا بعدي؟ إيه نحنا إيدنا وإيدها بالشغل سوا، إيه بس معلومة بيتنا كبير وبده شغل كتير، لكن ما تشوف كنايم بيت خالتك أم رضوان وكيف عايشين شو كانت عملت؟ يصدقني خالتك ام رضوان عندها 3 كنايم وكلياتهم ما بيسترجوا يطلعوا بوشها مجرد تطليع وبدهم كلياتهم رضاها لحتى ترضى هن وجوازهم، ونحن بكل وحده ما لنا مخلصين. لك ولي على قامه هالحظ اللي داير لي ظهره طول عمري. بس يا امي هنيك في 3 والحمل على الجماعه خفيف. نحن هون عم نشتغل 3 مع بعضنا، مو بس مرتك لحالها عم تشتغل. بس انا بعرف ليش عم تعمل هيك مرتك، ولا اقول لك بلا ما احكي. ليش لحتى ما تحكي؟ شو عم تخبي علي انا؟ بصراحه مرتك في مين عم يزن بايدنا؟ مين يعني؟ مين يعني؟ اما لك اما عم تعلمها انه تخلق الشر من تحت اظافيرها لحتى تاخذ لبيت لحالها، ولك انت مالك شايف كيف بترجع من بيت اهلها مخربطه فوقاني تحتاني كل ما عملت لهم زياره؟ لك يا امي الله يوفقك. هلا بلا امي بلا ابي. ولك ابني انت لساتك بغو ما بتعرف شغل النسوان. لك انا عم عاملها لمرتك مثل اختك سهام اذا ما كان ازود وحاسبتها وحده منا، فاذا بدها تسكن عنا اهلا وسهلا، اذا مو عاجبها تصطفل. انت بس قلي انك ما بدك اياها لحتى من بكره روح اغطب لك 6
ولك انا بس بدي افهم على شو شايفه حالها. لك اهلا ما جوزوها الا لحتى يخلصوا من لقمتها، بعدين صار لكم سنتين متجوزين ولهلا ما حبلت ولا باين انها رح تحبل. امي بشار الله اسمعيني، انا نحن الاوادم ان لحالنا المسكينه مكسوره الجناح، وخلينا نسترها، عم طلعت ملعونه وتحت السواهي دواهي. يا امي انت عم تظلمي البنت بهالكلام. ولك انا عم اظلمها، اصلا ما قوى براسها غير دلالك الها. بقى شوف اذا مو عاجبها الحال خليها ببيت اهلها. لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. 35% شو بدنا نعملها يعني؟ جاجة حفرت وعلى راسها على البيت. مين على الباب يا هشام؟ هي اختي عفاف. مرحبا ماما. اهلين ماما عفاف، شو شايفتك جاي لحالك؟ وينه جوزك؟ ماما جوزي مو معي. ايه بعرف انه مو معك شايفك، بس وينه؟ ماما بصراحة انا جاي نام عندك. ليش يا مو؟ حردانة؟ ايه ماما بصراحة حرداني، وماني راجعة لهداك البيت بنوب غير لحتى يلاقي لي بيت لحالي. انا ماني لفاية وشغالة عند امها ولاني عبدة الها. ايوه قال بدها يعني فيه من الصبح وساوي للبيت كله وهي متسطحة بفرجتها. ليه يبعت لها حمى وداء السلة ان شاء الله لهون وصلت معها؟ لك يخرب بيت على هالوش اللي إلها، مثل الارض هي وابنها. اصلا انا من ايام الخطبة ما هضمتها، وشها مثل القريص. ايه مزبوط ماما مثل القريص. ولا يهمك ولا يهمك تقبري عيوني بيت ابوكي او لفيكي، وانت مالك مجبورة بنوب تخدمي حدا. والله مو ناقص الا تجيبي لها فنجان القهوة على تختها وتحطي ايدك على صدرك وتنحني قدامها. مزبوط ماما هي هيك عم تعاملني. تعي امي تعي فوتي تقبريني. اي قسما بالله جوزك ما بشوف ضفري لحتى ياخذ لك بيت لحالك. انا اصلا جوزتك ما بعتك خدامي لعنده. مرحبا يا مختار. اهلين بديع. اهلين. السلام عليكم. الله يصحي بالك. شو الأخبار عندك يا سعفان؟ إي يا عمي أبو دعوس، الأخبار ما بتسرش بنوم. شلون يعني ولا؟ وضح مليح. يعني الناس كلها يا عمي أبو دعوس عم تنتخب قائمة الازدهار. قائمة الازدهار؟ أنت قول قائمة أبو وضاح يلي داعم المختار وعوينيته بيكون أفضل. يعني وبصراحة يا عمي أبو دعوس كل الناس اللي وعدونا ينتخبوك عم ينتخبوا قائمة الازدهار. شو هالحكي؟ لعنة بقلبي. مثل مين يعني؟ يعني مثل بيت أرنبي وعويكي والوهرة، يعني كلياتهم يا عمي انتخبوك. بس هاي خيانة يا سعفان، خيانة كبيرة، لعنة على قلة الوفاء والمراوغة. ولك مو على علمك كلهم بدهم يعطوني أصواتي. ايه عمي أبو دعوز ايه يعني، بس على حسب ما فهمت يا عمي انه المختار دبرون. وشلون دبرون يعني؟ ايه يا عمي هو اجتمع مع بيت ارنبي وعويكي والوهرة، ايه وعدهم يصالحهم مع بيت الصوص بعد الانتخابات. شو هالحكي هذا؟ معناها العملية الانتخابية مش نزيهة ابدا، في حين انه المفروض يكون المختار حيادي تماما وما يوجه الرأي العام بالضيعة باتجاه جماعته. هيك المفروض. وهذا المفروض يا عمي، بس هيك صار يا عمي أبو دعوس. بسيطة شو علاج؟ وكوني رح أخسر بمعركة انتخابات الرابطة الفلاحية فهالشي ما بيعني أبدا إني خسرت الحرب. اي بتريد مني شي يا عمي أبو دعوس؟ لا هرجع على محلك وراقب لي صندوق مليح، وإذا حسيت إنه في لغوصة وتخبيص تعا خبرني بسرعة. حاضر. يلا ولا يا
يا أهلين ويا سهلين. طمني يا أبو دعاس، شو الأخبار؟ شو بدها تكون يعني؟ زفت. شو يعني؟ يعني سقطت بالانتخابات، سقطت يا أم دعاس، وقائمة الازدهار يلي فيها المختار نجحت، وأنا أبو دعاس على سن ورمح سقطت، سقطت يا أم دعاس، يا فضيحتك، يا فضيحتك قدام الناس وأهل الضيعة يا أبو دعاس. وين صارت هاي؟ يعني معقولة أني ما أطلع عضو بالرابطة الفلاحية؟ وين صارت هاي؟ مش عم صدق، هزلت يا أم دعاس، هزلت، هزلت تماما. طيب شلون؟ شلون سقطت؟ مو على أساس إنك ضمنان نص الأصوات بجيبتك الصغيرة؟ مو هيك أنت كنت تقلي وتطمني؟ صحيح، بس أهل الضيعة الله لا يعطيهن عافية، خاوزوا، والمختار وجماعته لحسولهن عقلهن. بس أنا مش رح أسكت، مش رح أسكت يا أم دعاس أبدا، وبكرة بتشوفي، بكرة بتشوفي عمايلي. شو رح تعمل يا أبو دعاس؟ اسمعي يا أم دعاس، العملية الانتخابية اللي جرت بالضيعة مش نزيهة بتاتا، وكانت أصابع المختار عم تلعب بالخفاء لصالح مرشحين ثانيين، وهذا طبعا ضد مبدأ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ولهالسبب أنا فايت فورا حتى سطل شكوى رسمية لرئيس لجنة الانتخابات بالعاصمة، وبدي أطعن بالانتخابات، وبدي أطعن بالانتخابات كلها. يا فضيحتك، لك يا فضيحتك يا أبو دعاس، معقول اسقط بعد كل هالتكتيك اللي عملته؟ يا فضيحتك، يا فضيحتك. للديمقراطية، للديمقراطية في ضيعة عود البخور أصل له جذور. حلوة، ولكنها الآن أصبحت في خطر بعد أن ذاب الثلج وبان المرجو، لأن المختار وأعوانه وأزلامه وزبانيته صرعوا الديمقراطية بالضربة القاضية غير سائلين عن أحد. أهالي ضيعة عود البخور يستصرخون ضمائر كل المسؤولين وينادون بحماية الحريات والديمقراطيات في هذه الضيعة المناضلة. يا سلام على هالعناوين القناني، هالرسالة هاي بدها تعمل قنبلة بالعاصمة. أنا بفرجيك يا مختار النحس، أنا بفرجيك. نلفت عناية الزيت المسؤولين في هذا البلد الحبيب بأن انتخابات الرابطة الفلاحية في الضيعة لم تكن نزيهة بتاتا، وقد كانت لممارسات المختار وأعوانه الأثر البالغ في تحديد نتائج الانتخابات، والتي تمخضت، مش حلوة كلمة تمخضت، لازم لاقي غيرها، تجشأت، مش حلوة تجشأت، أحرزت، تبوأت، تقدمت، تلعبجت، تحددت، بعد يلعن اختها جغلي، مش عم لاقي غيرها. خلينا نرجع للتمخضات، والتي تمخضت، تمخضت. على العافية يا ام دعاس. لك ميت اهلين وسهلين ام كايد. يا ميت اهلا، تفضل. سهلين، كيفك؟ الحمد لله، بنشكر الله. كيف الاولاد؟ والله الحمد لله، بيسلموا عليكي. الله يسلمك. لك شو صحيح، شو هالخبرية؟ أنا سمعت جازك سقط بالانتخابات. إيه والله يا أم كايت، ولي على قلبي سقط وما حدا سمع عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بدك الدغري؟ يعني جازك مو بيستاهل يكون عضو بالرابطة الفلاحية وبس، لا، بيستاهل يكون رئيس الرابطة. لك آخ آخ، شو بدنا نعمل؟ هذا اللي صار. وينه هلا؟ فاتي شكك بنزاهة العملية الانتخابية. شلون؟ ما فهمت عليكي، شو فاتي عمل؟ شو بعرفني، قال بده يكتب شكوى للعاصمة. شو هالحكي ها؟ وعلى مين بده يشتكي؟ علي أساءوا للنهج الديمقراطي بالبلد واستغلوا هامش الحريات لحساب مصالحهم الشخصية، هيك قال لي أبو دعاس. شو هالحكي أم دعاس؟ إيه والله ما فهمت عليك ولا كلمة. وأنا مثلك ماني فهمانة شي، بس هيك عم بيقول أبو دعاس، وأنا حفظت مثل ما قال بالحرف.
مبروك يا ابو الضاح. مبروك يا ابو مبروك يا ابو الضاح. ان شاء الله تكون احسن. الله يبارك بعمركم يا رب. لك الله جعل الف مبروك رئاسه الرابطه الفلاحي يا ابو الضاح. الله يبارك فيك يا مختار. هذا كله بفضل جهودكم ووقفتكم معي بالانتخابات. لا شهادي لله انت بتستاهل، وانا والشباب وقفنا معك حتى ما يندس واحد مثل ابو دعاس على رئاسه الرابطه الفلاحي. يا جماعه الهزيمه اللي اكلها بالانتخابات تسوى حياته. بالفعل، وما عاد يفكر يرشح حاله للانتخابات بحياته. يا سيدي بالناقص، اسا كل ما دق الكوز بالجره بيرشح لي حاله، شي على المجلس البلدي، شي على رئاسه الرابطه الفلاحي، شي على مجلس الشعب. العمى بقلبه العمى، عم له شغلته فعلا يا جماعه يلي استحوا ماتوا. ما هيك؟ ايه والله مزبوط، معك حق يا مختار. بتصور هلا تاب واعتزل السياسه كل عمره. مو صحيح بنوب، واحد مثل هاد بعمره ما بيتوب. قال يتوب قال. ها الاخوان عم يحكوا صح يا مختار، لاني سمعت انه ابو دعاس راح يبعث شكاوي للعاصمه. شكاوي ضد مين؟ والله يا مختار الشكاوي ضدك، وعم يتهمك فيها بالانحياز لقائمه الازدهار، وانك اثرت بالراي العام بضيعه عود البخور. ولا عم بعيونه هيك عم يحكي عني؟ واكثر من هيك يا مختار، الزلمه مليان قلبه منك على الهوى. ما فهمت لمين عم يبعث الشكاوي؟ لمين يا سيدي؟ ما خلى باب ما طرقه. بعث شكوى لرئيس لجنه الانتخابات بالعاصمه، ولرئيس لجنه الطعون، ولمديريه الاشراف على الديمقراطيه، وللمحافظ، ولمجلس الوزراء، حتى للصحف الرسميه بعث لها تقارير ورسائل، ولت لجريده الدومري بعث. يا سيدي ايده ما تعطي، لمين ما بده يشتكي يشتكي، اصلا ما حدا رح يرد عليه. وبلكي يردوا عليه مختار. اقولك يا حبيبي، طالما ما عنده ادله دامغه ما حدا رح يرد عليه، ولا حدا رح يقيمه من ارضه. ولك يا ابني دورة لهالقهوة المرة، والله نشف حلقي. يعطيك العافية يا ام دعاس. الله يعافيك يا ابو دعاس، طمني شو صار معك بالعاصمة؟ والله يا ام دعاس ما صار شيء. عم خفق روح على الفاضي. ما حدا عم يسمعني، ما حدا عم يرد علي. اذن سطوح واذن مزراب، وكل الحكي اللي عم بحكي لهم اياه مش عم يقبضوه. يخرب بيتهم من حاله، ليش ما عم يقبضوه؟ ما بعرف، يعني ليش صوتي مش عم يصل لفوق؟ ما بعرف. ايه خلص بقى، ريح حالك من هالقصه وفض هالسيره. ما رح ارتاح لحتى وصل صوتي لفوق واكشف ممارسات المختار واعوانه. ايه طيب شلون؟ فكري كالأعدم الوسيلة يعني؟ مش مزبوط، ما رح أعدم الوسيلة، لأني أنا الثاني مش قليل. جوزك يا أم دعاس لعنة مكبرتي وبلوي مصبرة وعفريت أزرق، وبكرة بتشوفي. ومن جهة أخرى، تم العشرات من دعاة حماية البيئة وأعضاء حزب اللياقات الخضراء في جزيرة مرايو بالإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجا على قطع شجر معمرة كانت تمتد أقطامها نحو أسلاك الكهرباء. وقد دار المضربون على الطعام إلى استقالة أعضاء المجلس البلدي وكل المسؤولين عن قطع هذه الشجرة. معقولة؟ معقولة يا أم دعاس؟ كل هالناس تضرب عن الطعام مشان شقفة شجرة؟ فعلا عقله قليل. والله أنا بشوف العكس يا أم دعاس، يعني هذول اللي بيفهموا وبيعرفوا يمارسوا العمل السياسي على أصوله. يا ترى عندنا مسموح الإضراب عن الطعام؟ شو بعرفني؟ والله فكرة ممتازة. حطلك تتعشى؟ ما في مانع يا أم دعاس، قومي حطي لي عشا مرتب، يعني كل شيء في أكل بالمطبخ حطيه على السفرة. وبصراحة أنا ناوي أكل 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 لحتى ينفزر بطني ويوصل الأكل لبلعومي لهون. وشو صاير عليك؟ شو رح يهرب الأكل يعني؟ لا مش حيهرب، بس أنا من بكرة الصبح قررت أني أعلن إضرابي المفتوح عن الطعام. بس قبل الإضراب رح أنزل اشتري تلفون خليوي لحتى أتصل بالصحفيين ووكالات الأنباء. يلا يلا يا أم دعاس، قومي بسرعة حطي لي عشاء، قومي تأشوف، قومي. أمنت بالله على هالنهار. مرحبا أم دعاس.
خير ان شاء الله. خير. نعم نعم نعم، ايوه انا اللي مضرب عن الطعام. والله على التليفون يا خيي ما بقدر قول شي، ما بقدر قلكن شو مطالبي. انتو شرفوا لعندي لهون على ضيعة عود البخور حتى نحكي على رواق. بس وين كان لازم توصلوا بسرعة حتى تستفيدوا من السبق الصحفي. ها اي في جريدتين رسميتين اتصلوا فيه وبدهم يقابلوني. لا لا بوعدكن اني ما احكي ولا كلمة ولا صرح باي شيء قبل ما توصلوا. العنوان اكتب عندك، اكتب ساحة ضيعة عود البخور، ضيعة لها جذور ما بيضيعش ابدا. ايه الله معك. شو ابو دعاس منين طلع بهالفنه؟ شايف للطق وعقلاته بعد ما سقط بالانتخابات. يا سيدي بكره من اول كف بيرجع عقله. وينه؟ امشي نخبر المختار. امشي لالا امشي روح. يابا بدك كثير من الحكي. عم نقول لك شفناه بعيننا يا مختار. شو يا ابو وطاح؟ شو قصه هالزلمه؟ شو قصته يعني؟ دبور وزن على خراب عشه. كونتك بكره بس تسمع فيه السلطات المختصه راح تخليه يضرب عن الحياة مو بس عن الطعام. يعطيك العافية حاجة. أبو دعاس ممكن نعرف شو هي مطالبك؟ والله يا أستاذ أنا مطالبي واضحة وصريحة. أولا إلغاء نتائج انتخابات الرابطة الفلاحية في ضيعة عود البخور، الضيعة التي لها جذور، وإعادة هذه الانتخابات تحت إشراف منظمات دولية. ثانيا العمل على قطع دابر الفساد وتفشي الرشوة والمحسوبيات وتطبيق القانون على الجميع. كما أطالب الحكومة العتيدة بزيادة رواتب الموظفين والعاملين في الدولة بنسبة 1000%. وأطالب أيضا بإعادة النظر بالسياسة الضريبية المتبعة وسن قوانين جديدة لكي تكون الضرائب المفروضة على شرائح المجتمع عادلة وبعيدة عن الغبن. وأخيرا لا آخرا أشكر قناة CNN التي أتاحت لي هذه الفرصة الطيبة. والسلام عليكم، نصركم الله. مين هان؟ أبو دعاس يا ابني، بعرف إنه أبو بطيخ، بس مين هو؟ مين بيمثل؟ مين وراه؟ العمل هالشغلة، شايف لك طلعنا آخر من يعلم. ألو، احترامي سيدي. نعم سيدي نعم، شفتها. بصراحة نحن هلا ما عندنا أي معلومات. ونحن سيدي تفاجأنا كمان. حاضر سيدي حاضر. الله معك. العمى من وين طلع لنا هذا كمان؟ وين ناصح؟ بأسرع وقت ممكن بدي كل شيء عن هذا الشخص، دراسة كافية ووافية. حاضر سيدي. ما بدي وصيك كل شيء وبالتفصيل الممل، وين درس، وين عاش، مين رفقاته، شو اتجاهاته، شو ميوله، شو وضعه الاقتصادي والنفسي والاجتماعي، في عنده شيء اتجاهات سياسية، كل شيء كل شيء. حاضر سيدي. يلا انطلق. عمى بقلب العمى. ولك شو هالأبو دعاس هذا؟ فضحني على شاشات التلفزيون والفضائيات. بالعكس يا مختار، هي شهرة كبيرة لإلك. وعلى فكرة أنت أول مختار بتاريخ ضيعة عود البخور بيطلع اسمه بالتلفزيون. بقى شو بدك أحسن من هيك؟ ولك تضرب أنت هيك شهرة. ليش مختار؟ ولك يا مجنون، بلكي بكرة أجوا من العاصمة وأجلوا تحقيق حول الانتخابات. وشو بدها تفيدني هالشهرة ساعتها؟ بس الغريب بالموضوع، شلون قدر أبو دعاس يتصل مع الصحفيين والفضائيات وبهالسرعة هاي؟ يعني كتير شغلة صعبة، ما هني بدين جنازة تلطموا فيها. قلتك السلطات بالعاصمة رح تسكت له. لا والله ما رح تسكت له. وبكرة من أول كف رح يهجم على الأكل بالأربعة والكف. قال اضراب عن الطعام قال. ولك شو هالمجنون هذا، مفكر حاله بجزر المرايو؟ طيب ولأيمتى بده يضل مأضرب عن الطعام؟
والله لحتى تتحقق كل مطالبه. ها واذا ما حدا رد عليه؟ قصدي يعني اذا ما حدا التكشه وقال له مين انت شو رح يصير؟ وليش لحتى ما حدا يلتكش فيه حبيبتي؟ مالك شايف الصحفيين والمصورين كيف متكوشين حواليه مثل الدبابير؟ وبعدين بالعاصمة أكيد المسؤولين بيكونوا سمعوا كل كلمة قالها أبو دعاس، وقاعدين هلأ عم بيصفنوا ويفكروا كيف بدهم يخلوه يوقف عن الإضراب تبعه. إيه بس يعني لحد هلأ ما شفنا ولا مسؤول من العاصمة إجا لعنده. إيه لا تخافي بكرة بيجوا. إيه إن شاء الله. الدراسة جاهزة سيدنا. شو ملخص الدراسة؟ سيدي أبو دعاس شخص عادي ولا له مرتبط لا بجهة داخلية ولا خارجية وما عنده أي طموحات سياسية. طيب طيب هات الدراسة أنا وراها عملية. أنت روح شغلك. دراسة. مين؟ مين في هون؟ أم دعاس. ليش طولتي يا أم دعاس؟ ليش طولتي؟ شلون شايف حالك؟ أخي أم دعاس راح أموت من جوعي. بطني لزق بظهري. ليش تأخرتي أنت ها؟ لك شو بدي أعمل؟ استنيت لحتى فض الطريق خفت حدا يشوفني. وشو جاي تطيري معك؟ جوز وزبيب خبيهم. زبيب وجوز انت فين يا زبيب وجوز؟ يخرب بيتك وبيت بيتك مالك شايفتيني شلون عم اسلي سلي من قلة الاكل وعافيتي عم الذوب. ايش بدك يعني جيب لك شاكرية ورز؟ شو على شاكرية ورز؟ ليش لا ازلطن هلا زلطن قبل ما حدا يشوفك. بكرة الله يرضى عليكي برضاي عليك تجيبي لي معك ديك محمر ودبس بطعيني وكم مكدوسي عم تهف نفسي على المكدوس. عم تتوحم هلا؟ اللي بقدر عليه عم جيب لك يا خلاص. بدك شي هلا؟ لا روحي الله معك يلا. روحي قبل ما حدا يشوفي. دير بالك على حالك وتغطى منيح مشان ما تبرد. ايه طيب طيب. انتشروا حوالين الساحة وما تخلوا حدا يقرب لهون. ما تنسى تصور بس يبلش أكل. حاضر. أيمن. حاضر. جيب سويت لك من السيارة. حاضر. شو بو؟ نايم ها؟ بس ما يكون التكل. فيقوا بسرعة. ايه ايه انت قوم تحرك. خير شوفي عرفان بيك بده يحكي معك كلمتين. عرفان بيك صرفوا لي هالعالم منهم. شوفي شوفي صرفوا لها كل واحد على شغله. يلا كل واحد على شغله. يلا كل واحد على شغله. شو يا ابو دعاس قال مو ناوي تاكل هيك خبرتنا العصفورة. سلامة نظرك يا بيك. أنا مضرب عن الطعام. إيه بس أنا عازمك على الفطور ومو معقولة ترفض دعوتي. أيمن حط هالأكل قدام أبو دعاس وجهز له بريق الشاي. حاضر سيدي. مد إيدك يا أبو دعاس ما في شي من واجبك. لا تأخذني يا عرفان بيك أبقدرش حط لقمة واحدة بثمي. معقول تخجل عرفان بيك يا أبو سطام؟ أبو سطام أبو دعاس وأنت الصادق. كول يا ابو دعاس كول. ما بقدرش. لا تاخذنيش عرفان بيك. اني قبل ما تتحقق كل مطالبي ابقدرش حط لقمه واحده باسمي. وشو هي مطالبك بقى؟ يعني ضروري عيدها. اكيد سمعتوها وشفتوها على الفضائيات. بس هي مطالب تعجيزيه يا ابو دعاس وما بتتحقق بين يوم وليله. يعني بسلامه عرفك هي بدها برنامج عمل طويل وخطه منهجيه مدروسه والحكومه بصدد تنفيذ كل شيء حكيت عنه. هذا واجبها طبعا والحكومة ما بدها حدا يذكرها بواجبها. ولا شلون يا أبو دعاس؟ بقى الله يرضى عليك افرط لي هالقصة وما في داعي للفزلكة على الفضائيات. آسف عرفان بيك أنا ما بغير موقفي. هذا جواب نهائي؟ جواب نهائي. ب-
بتحب تتصل بصديق؟ أبديش أتصل بحدا. الحقوني شباب. شو هالحكي؟ والعمى بقلبه العمى عرفان بيك شخصيا اجى لعنده ورفض ياكي. شايف يا مختار؟ لحظة شو هذا؟ لك شو صار له؟ لك هذا ما حد شاف حدا قدامه. انا صرت واثق تماما انه هالموال مو من راسه. شلون يعني؟ يعني اكيد في حدا وراه. مثل مين يعني يا مختار؟ شو بيعرفني؟ بس طالما عم يتصرف بهالجرأة والوقاحة أكيد بده يكون مدعوم من الخارج. والله كل شيء وارد يا مختار. أنا محيرتني شغلي واحدة بس، كيف بيجي عرفان بيك شخصيا عالضيعة وما بيمرق لعندي على المضافة؟ كيف؟ يعطيك العافية يا أبو دعاس. مين عرفان بايك؟ أرجوكم يا سيدي لا تحاولوا معي، أبقدرش حط بهثم لقمة وحدي، أرجوكم يعني. طيب طيب لا تأكل، ركلي هالقطة من إيدك وقوم، بدي أحكي معك كلمتين على انفراد. يا عرفان بايك أرجوك لمصلحتك يا أبو دعاس، اسمع مني لمصلحتك. طيب الله يلعنك، روحي روحي. أول شي بحب بشرك إنه القيادة أخذت مطالبك على محمل الجد، وهلأ هي بصدد دراستها مطلب مطلب. صحيح، الله يبشرك بالخير. يعني نويتوا تخذوا على الفساد وتجتثوا من جذوره وتزيدوا الرواتب وتحسنوا المعيشة للناس وتحاربوا البطالة. إيه إن شاء الله إن شاء الله في شي من هذا، بس المهم هلأ الطلب الأول تبع إعادة الانتخابات. أيوة تبع إعادة الانتخابات. انت يا ترى في عندك دليل مادي على انه المختار وجماعته لغوصوا بالانتخابات؟ لا دليل مادي ما فيش، بس في عندي دليل معنوي. شو هو؟ انا. شو يعني ما فهمت؟ يعني لو ما كان في تضليل للرأي العام بالضيعة من قبل المختار ما كنتش انا سقطت بالانتخابات. شو بدك اكبر من هايك دليل؟ ها الله يصلحك يا ابو دعاس، هلا عضوية رابطة الفلاحين تبع الضيعة بتعتبرها من مقامك؟ طبعا، لانه انت مقامك اكبر من هيك بكتير يا ابو دعاس. ولو وبيني وبينك القياده حاسه بهالشي، بقى ليش هيك عم تسال بحالك؟ انا ما بعرف. عن جد سيدنا؟ شو شايفني عم امزح معك؟ على كل حال اذا مالك مصدقني الدليل معي، شوفه بعينك. دليل شو؟ تفضل اقرا. شو هذا يا سيدنا؟ هذا قرار تعيينك المدير الإقليمي لمنظمة مزارعي الحمضيات والدرائن. المدير الإقليمي أنا؟ إيه أنت. لكان أنا بقى الله يرضى عليك كلك لقمتين وخلينا ننزل سوا على العاصمة مشان تستلم مكتبك الجديد. مكتبي الجديد؟ وين الأكل يا عرفان بايك؟ وينه؟ يا أيمن حط له الأكل قبل ما يبرد. حاضر سيدي. تفضل يا ابو دعاس، مد ايدك من الهنا والشفا. ان شاء الله مطرح ما يسري يمري. صور يا ابني صور. هذا شو هذا؟ وقد قررت وقف أضرابي المفتوح عن الطعام بعد أن تسلمت وعودا قاطعة من الحكومة بتنفيذ عدد كبير من المطالب التي قدمتها. وأحب بهذه المناسبة أن أشكر كل المنظمات الإنسانية
والطبية، وأخص بالذكر منظمة أطباء بلا حدود والتي كانت تتابع وضعي الصحي باستمرار. وشكرا لكم. تفضلوا تفضلوا. وهيك شو القصة يا جماعة؟ رح يصير أبو دعاس أشهر من ياسر العزبي. احترامي سيدي. خير؟ مصيبة سيدي، مصيبة كارثة. شباب شو في؟ احكي. أهالي ضيعت عود البخور. شبهه؟ سيدي أعلن أضرام عن الطعام ومراسلين وكالات الأنباء كلهم اتجهوا على الضيعة. العم على هالمصيبة؟ وقديش عدد سكان الضيعة؟ سيدي حوالي 5000. من وين بدنا نلاقي 5000 منصب مهم لهدول؟ Everything's functioning well. Everything perfect. Yes, تفضل. صباح الخير. صباح الخير أستاذ نزار. Good morning, gentlemen. أنت بتعرف أستاذ نزار إنه الخبراء خلصوا تركيب القسم الجديد من المعمل وحيرجعوا لبلدهم بعد أسبوع. عظيم، معناتها خلصوا بنفس الموعد اللي حددوا لنا اياه. بالضبط، وحابين قبل ما يسافروا يعملوا رحله صغيره ليوم واحد يطلعوا فيه على معالم البلد. وهي برنامج الرحله. شكرا استاذ. عظيم، برنامج عظيم. حضرتك استاذ فاروق رح تطلع معنا؟ لا والله يا ريت، انا بكره عندي اجتماع بالوزاره وبعدين عندي اجتماع مجلس الاداره. Mr. Nizar will accompany you in your trip. He knows the area very well. Thank you very much. You're welcome. We will have a good time. Yeah, sure. You're welcome. Hey, Sidi, ما قلت لي مين بده يأمن اللحمات؟ أنت لا تأكل هم، ارتاح. في عندي لحام ما في مثله بالبلد، ونظيف ولحمته مثل الفستق. حلو كثير، معناتها خليه يقطع لنا كيلو كباب وكيلو شقف ويتلي. وليش الكيلو؟ كلياتنا 4 زلم ما بدنا يزيد عنا. يا سيدي حط بالخرج، إذا زاد أحسن ما ينقص. ما بتعرف بجوز يجينا ضيف، لا على البال ولا على الخاطر. العاب بلا زغلي، صحيح، والمحلي مين بده يأمنه؟ سيدي من جهة الحلويات لا يكلكم فكر، أنا بعرف بياع حلويات بالميدان، بيساوي حلويات بالسمن العربي والقشطة البلدي، إذا كانوا توصاي كمان. ها، أنت بدك تجيب آخرتنا؟ لك ما بتعرف إنه كلياتنا معنا شحوم وكوليسترول؟ وأنا كمان ما بيناسبني السمن العربي. لأنه السكر يا عم يطلع معي كتير بهالأيام. يا سيدي حط بالخرج. أصبح أنا علي يجيب الخضرة والفواكه. شو رأيكم كل واحد يسجل شو بده يجيب أحسن ما نتخربها؟ مو محرزة بلوي، يعني كل واحد يجيب فينا كم غرض. أنت بتجيب اللحمات، أبو فارس الخضريات، وأنا الحلويات صلى الله وبارك. وأنا علي الفحمات والأراجيل والشدة وطاولة الزهر. منيح هيك؟ منيح، بس أوعى تنسى مثل هذيك المرة وخلينا على تطليع وصفنا ببعضنا. ولا يهمك ما راح أنسى. ومن شان السيارة؟ محلول يا بلوي، أنا قلت لأبو حسين ومشي الحال. بس سيارة أبو حسين مهرهرة ودواليبة مازحة. لا ما بها شيء، هو قال لي إنه صلحها وركب بواجي جديدة. أصبح توكلوا على الله، أبو حسين رجال مسكين وعنده أولاد بده يعيشوا، واللي بتعرفه أحسن من اللي بتتعرف عليه. مظبوط. أهلين أستاذ نزار. اهلا وسهلا. كيف صحتك؟ تفضل تفضل. عراسي شكرا والله وعد جماعه. شو اهلا وسهلا. شو اليوم ما شفناك بالشركه، خير في شيء؟ خير يصيبك، بس انا اخذت اجازه ورحت على الدكتور. معافى ان شاء الله. يلا السلام عليكم. السلام. يعني ذكرني بالحبه يا لطيف، والله كنت نسيانا. ان شاء الله فيها الشفاء. سيارة مزود أخي. أخي ما دخلني، مزود بنزين لدكتور المحرك. شو ما بتعرف تقرا أنت؟ يا أبرا. لك شو طلب منك؟ ادخل المحرك. أوف، وليش بدك تطفي المحرك بقى؟ قال مشان ما يصير حريقة وتكب الكازية. هو لك سيدي حب الخرج، إذا بده يصير حريق رح يصير.
انطفى المحرك وما طفى. الله عليك يا ابو سطيف. البطارية بعيد يا اخي. وشو الحال؟ شرفوا. لوين الشريف؟ على الدفش. يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. 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 اهلين استاذ نزار. اهلين مشعل. شو خير؟ شو صاير معكم؟ والله تعطلت السيارة. لا حول ولا قوة الا بالله. وين كنتوا رايحين؟ على عين العروس. بدنا نتغدى هنيك. ايه شو عليه؟ اخي نزار. قلي. مين في معك بالباص؟ ما في حدا الباص، معنا الخبراء الاجانب بيركبوا لنا القسم الجديد بالمعمل. شو رايك تاخذونا معكم؟ يعني انا ما عندي مشكله، بس شلون ناخذكم معنا؟ نربط لكم السياره بالباص ونجرها يعني؟ لك لا لا، يعني نطلع معكم بالباص. انا بالنسبه لي ما عندي مشكله، بس يعني معي خبراء اجانب ومعلومات لازم اخذ رايهم. خذ رايهم. خذ رايك على راسي. ما بتزعل مني؟ لا ولو على راسي. على راسي يا ابو مشعل. انا عم بستناكم. علينا نزار. شباب اتأمنت التوصيل ان شاء الله. من دمك لباب السماء. Excuse me, gentlemen, but my friend's car is broken down. Can we take them with us? Yeah, sure. No problem? Yeah, thank you. Okay, thank you. Thank you. تفضلوا شباب. شباب هاتوا الغراض. يلا. At least there's plenty of food. They want to stay for a month, I guess. لك شو عم يبربر هاد؟ ما في شيء مشعل، ما في شيء، بس عم يسأل لمين كل الأكل. إنا حبيبي إنا. يا الله. تفضلوا. They want to eat. They are hungry. شو أبو نشيب خالص؟ شغلنا الكونديشن داخل عينك قولنا يا سكرنا الباب. نسينا نعرفكم على الخبراء اللي معنا. مستر أوليفر، مستر جيمس، مستر هنري. تشرفنا. محسوبكم أبو مشعل. وأنا أبو لؤي. وأنا أبو فارس. وأنا أبو مصطفى. نزار.
نزار شو عم يكتب هاد؟ ما في شيء بمشعل، ما في شيء، ما تخاف، بس عم يسجل اسماءكم. وليش عم يكتب اسامينا؟ شو المناسبة بقى؟ وشو انت اخو مراو شي؟ بجوز الزلمة عم يكتب مذكراته بالرحلة، شو بدك فيه؟ يا لطيف يا لطيف، نسيت شغلة يا شباب. شو نسيت؟ لك شو نسيت؟ نسيت دواء القلب بالبيت، لازم اخذ الحبة من ساعة. ولك الله يصلحك، شلون نسيته شلون؟ اخ كل الحق على اللي عندي بالبيت، وين سيرانكم؟ مع مين رايح؟ احمي لك الحمام، انا ببيت اهلي. ها لا تنسى، ابنك بده مصاري. اخ والله دوختني من الصبح، دوختني دوخ. What's the problem? I forgot his medicine. Which medicine? Medicine for heart. For the heart? My God, we've got to go back. Yes. ولك شو عم ببربروا هدول؟ والله يا ابو مشعل عم بيقول انه لازم ترجع على البيت فورا. يا حبيبي على الفهم، ونحرم من السيران. ايه ما حذرتوا حبيبي. بس يا ابو مشعل هذا الدواء كتير ضروري. يا سيدي حط بالخرج. اللي له عمر ما بتهينه شده. تيسر اخي ابو نجيب، تيسر وتكل على الله. هالحبة هاد ايه بلا حبة بلا بطيخ. Does someone give it back? I don't know. They want to eat. They are hungry. تفضل اخي ابو مشعل. ضيف الاجانب بالاول عيب. ايه حاضر. تفضل اخي. What's that? This is فطاير. فطاير. This is بي ويندو. This is فطاير. يعني بريكفاست. بريكفاست. يعني فطور. No thank you. No. لك طيبة كتير. No thank you. ايه مثل ما بدأ. تفضل اخي. No thanks. مشان اخذ لك واحدة. Thanks. تفضل مستر ايفا. No thank you. Thank you. على حب النبي. شكرا شكرا. ما بتندم. شو بهون هدول محبين فطاير تبعنا استاذ نزار؟ لا يا اخي، ابو فارس بس الجماعه فطروا الصبح، يعني ما لهم جوعانين. كتر خيرك، شكرا لك. واذا فطروا شو راح تساوي معهم الفطيره؟ يا ابو مشعل، الجماعه ما بياكلوا هالطالعه والنازله، خلص راحت معهم للغدا بقى. لك ايه بيوفروا، هات لك فطيرتين ابو فارس تعال. ايه دقيقه بس، لعتي يا ابو نجيب. لا لا اترك لي يا ابو نجيب انت، انا بعطي. خليه عم يعرف يسوق مثل ما بدا. كله بلحمه ولا انيل؟ لا في قشطه في بلحمه. ابو نجيب اني وحده قشطه ولا بلحمه؟ يلا هي بلحمه. اخذت له وحده قشطه. لا لا بكفي بكفي. ماشي. شكرا على فارس. ماشي. تفضل اخي ابن شعر. والله اللي بياكل على درسه بينفع نفسه. عندك فطيره؟ يلا جاي عندك. الله اكبر. روح. تفضل. يسلموا. إن شاء الله ألف صحة يا رب. Mr. Nizar. Excuse me. What does this food contain? Aha. It contains a lot of sugar, grease, and some of them with meat. My God, they're bombs, not pies. Nizar, شو عم يبربلوا علينا هدول؟ عم بيقول اللي عم تاكلوه مو فطاير، قنابل. قنابل؟ يا لطيف على الأجانب شو بيخافوا على صحتهم. يعني هلا انا صرت اكل نص قنبله. هات لك قنبله ثانيه اخي ابو فارس، خليني افجر حالي فيها. عم بقول القنابل طعمتها بارود. ابو نجيب العوامه بكامله. Drive slowly please. We want to enjoy the scenery. خير شو بقول مستر هنري؟ عم يقول لك خفف لهم السرعة شوي، بس بدهم يشوفوا المناظر. على عيني وراسي. هلا هيك بدنا نمضي مشوارنا؟ شو ماشيين على بيت نحن؟ يا شباب يا شباب شو بقول؟ باص باص بعدين بلا مؤاخذة انتم ضيوفهم. يعني شو علي اذا تأخرت لكم شوي؟ بترجاك استاذ نزار لا تحملنا منية، بننزل هلا. هو الحق علينا لأننا طلعنا معكور. لك يا أخي لا تفهمونا غلط، الله يخليك، لا تفهمونا غلط. بس الجماعة السياح وحاولوا يتفرجوا على المناظر. طولوا بالكم شوي. Stop stop, we want to see the Syrian sheep.
شبهن؟ ليش وقفوا السيارة؟ طول بالك أبو مشعل، الجماعة حابين يتفرجوا على الأغنام السورية. شو غنمنا عجبة يعني؟ لك يا أخي بالنسبة لهم عجبة. طولوا بالكم شوي. عواس عواس جايز لوك عواس 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 لك عم يقولوا عواس وبيعرفوا اسم غنمنا كمان. Beautiful shape. شو عم بيقول استاذ نزار؟ عم بيقول انه هالخواريف حلوين كتير وبيكون احلى لما يكون مكتف وعم بينشوى والدهن عم بيشرشر منه شرشره. فعلا يا جماعه لحم الغنم لا قبله ولا بعده، بلا بقر بلا بطيخ مبسمير. يا سيدي اللي بده يطبخ شاكريه ما يطبخها غير بلبن الغنم، وعلى مسؤوليتي انا. لكن طبخ الرز بسمن الغنم ما بتنسى طعمته، لكن لسه بموسى من عربي. بالله عليك شوف على هالمنظر ما احلاه. شوف على لية الخروف كيف مدوره. لك سبحان اللي كورها ودورها. يا سيدي اللي ما اكل لية المشويه مع البصله ما بيعرف طعم تمه. بس سمعت لكم انه اللية والسمن العربي بيرفعوا الكوليسترول وبيساووا جلطات. هلا من كل عقلك مصدق هالحكي؟ لك يا سيدي حط بالخرج. على اساس اللي بالجبانه ماتوا من اكل اللية والسمن العربي. الله معك بالعافية. أيوة. شو قاعد عم يسألوا للراعي؟ سألوه عن عدد الأغنام بسوريا وعن نسبة اللي بياكلوا لحم وقديش سعر الكيلو. وشو بدهم بكثرة الأسئلة ووجع الراس؟ وشو بيعرفني؟ هدول أجانب بيحبوا يعرفوا كل شيء، خبراء لك أخي خبراء. تفضلوا إذا بتريدوا. سبحانهم زين العقول. أي والله. تعالوا شباب. التنة. دخلك دخلك استاذ نزار، شو سألوا الراعي كمان؟ سألوه عن المراعي بالبادية وإمتى بيسرح مع الغنم وكم مرة بتولد الغنمة بالسنة. يا جماعة بتكون حية هالجماعة كتيرين غلبة. لا اوعى الفطاير ما اطيبه. شو شباب؟ ما بدكم تفوتوا معنا على المغارة؟ لا ما بدنا نفوت، اهلكنا من الطلعة، فوتوا لحالكم. بس المغارة حلوة كتير ها، ما تروحوا عليكم. أسيدي حط بالخرج. بلا أن الفوتة المعدة. حط بالخرج. بس يا أبو مشعل، هالمغارة عمرها أكثر من 10 ملايين سنة. عمرها 10 ملايين سنة؟ أسيدي اسمع وسطح الحكي ببلاش. نحن عم نستناكم تحت. يلا يلا شوي. ايمتى بدهم ينزلوا هدول يخلصونا؟ والله متت من جوعي. يا سيدي انا امبارح اكلت لحمه بالصحن. يا لطيف بتمزع العقل. ايه مو اطيب من الصبيحه اللي اكلتها انا. ادي لشوف بلبن ولا بندوره؟ بندوره. يعني قصدي عم تجاكروني؟ بشكيكم لاحكم الحاكمين. خلاص. وينك؟ انا بكره عازمك على اكله ابو بسطي. ايه سيدي، ومن بعد ما اكلنا 86 كباية بلبنية اكلنا صينية كنافة مدلوقة. بتصدق الكلام ولا ما بتصدق؟ لا ما بصدق. لا ما راح تصدق. تصطفي.
ما تبلع القعده ان شاء الله. اهلين استاذ نزار. بتعرفوا انه روحتوا عليكم روحه بتاخذ العقل؟ لك يا سيدي حط بالخرش شو هالفرجاي. والله يا ابو مشعل المغاره بتاخذ العقل، كثير كثير حلوه. يا حبيبي عليك، بتعرف المغاره الحلوه اللي عم تقول عنها حلوه في الخرش شو؟ خرش شو؟ خرش تكون مستودع مونه او لحمه لانها رطبه كثير. يلا سكت تفضل 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 ابو مشعل. اهلين اهلين يا كريم. شغلها بنجيب. استاذ نزار وهلا لوين رايحين؟ ايه البرنامج تركته يا بالاول يا بالدرج الاول يا بالثاني، شوفه ودق لي. والله معك. What do you like to see after that? We'd like to see the Hosni Castle. اها. بدنا نشوف ولاية الحصن. يا حبيبي وين بدنا نروح انا بالعروس؟ خلصنا بمشعال. بعد القلعة بنروح سوا ولا يهمك. يا حبيبي احنا ما رح نقدر نتغدى بعد العصر. رح نموت من الجوع. قسما بالله الحق عليكم. ابنكم بلدكم هالرقبة ما سمعتوا لي كلمة. علينا علينا شو بدنا نساوي؟ صبرا جميل وبالله المستعان. يلا تريدي بنصبر الله بيصبرنا. شو شباب؟ ما بدكم تزوروا القلعة؟ ما بقدر، أنا معي مرض القلب وأنا بدوخ من الأماكن العالية، وأنا زرتها مع المدرسة وقت كنت صغير. اسمعوا مني وطلعوا شوفوها، اسمكم هون ما تروحوا عليكم. يا سيدي الأيام جاية بنبقى منزورها على رواق، شو رح تهرب قلعة؟ Why don't your friends want to come? I don't know. It's a great opportunity. يا شباب، عم يقول لكم فرصة كتير حلوة. يا سيدي قل له حب الخرش شايفين مثلك كثير. What is this حب الخرش؟ It's so complicated. Later. حاجة تعويني مدوي مو مدوي. ها شرفوا شباب. تعال والله يا شباب يا ريتكم اجيتوا معنا وشفتوا هالقلعة، كنا انبسطنا كثير. يا سيدي ونحن انبسطنا اكثر، لعبنا ثلاث دقوق محبوسة ووحدة مغربية. غلبتها بالمغربية واكلنا تين كمان. ما شاء الله. وابو الصيف عم يشخر فوق. بس القلعة مهمة كثير وكان لازم تزوروها.
سيدي. My seventh grandfather traveled from England to stay in this castle for 6 months. وشو بقول مستر هرني؟ عم بيقول لكم انه جده السابع اجى من انجلترا وسكن بهالقلعه 6 شهور. شو هالحكي؟ ومن ايمتى؟ من ايام الحروب الصليبيه. Let's go. صليبيه صليبيه على جده السابع على ضد حبيبي ضد. لك ليش عم ياكلوا جماعتك؟ ما قلت لك عازمهم على المشاوي؟ They are inviting you to the dinner. Thank you. I think we have enough. Thank you. شكراً مشعل ما بدون. جايبين معهم أكل هان. شو شكراً وما شكراً؟ تفضلوا حبايبي تفضلوا. دوقوا. تفضلوا. يسلموا إيديك. أوه حامي حامي حامي. عطيهم عطيهم. لحم لحم. بس هاي اللي ما معلش ما منحبنا. لك بالعكس ها. الله ان شاء الله الف صحة. اوكي هذا الاكل اللي امر فيه ربنا مو سندويش اللي ما بشبع عصفور. اتركن هلا ابو مشعال، تعال شوف اللحمه راح تحترق يا زلمه. Hey, it's such a beautiful river. Why do you throw the garbage away? شو عم يقول هذا استاذك؟ كل عم يسبنا. لا اخي ما عم يسبك، عم يقول لك هذا نهر حلو كثير، مو حاويه زباله. شو فيها نهر وماشي، شو بده يصير له يعني؟ لك يا سيدي حط بالخرج، الكل عم يكب فيه ولساته ماشي. له يلا يا جماعه انا خلصت شوي ها. والصفره جاهزه يلا. يلا يلا. يا كريم يلا تفضلوا. تفضلوا تفضلوا. تفضلوا. تفضلوا ايت ايت. Thanks for your food. Thank you. عم بيقولوا لك شبعوا انتفخوا. ايه بتوفروا يلا شباب شبعوا الجماعه قال. يا عليم الله الاكل اللي معهم ما بيكفي ابني الصغير وما بيشبع فيه انه ياكلوا. يلا تفضلوا تفضلوا. الحمد لله. شرف حجي. يسلموا. شرف عمي. يسلموا. لك هلا اتركني البطيخه. لا اله الا الله. ما احلى من عندك هو. مؤذين على الشوي. الله يبارك على اللحمة من أفضل اللحمة اللي أكلتها بحياتي. كل بطة مثل الكون. يلا ها. هي هي هي. هالبندوراية من إيدي دخيلة. أنا انتفخت نفخ، ما عاد فيني آكل ولا لقمة. شو رأيك جيب لك قازوزة خليك تحطيه؟ لا، وأكلوا البطيخ يذهبوا بالداي أصلاً. خد لك التأكيد. فحتين وهنا. بتعرفوا شو جاي على بالي؟ شو جاي على بالك؟
جاي على بالي انزل بهالنار شي نص ساعه، منه ببوره جسمي ومنه بهضم شوي. وانت قلت يا قريب شو بدك تسوي يا ابو مشعل؟ بدي انزل على النار اسبح، بدي اسبح شوي. شب انا You shouldn't swim after eating so much. لك شو عم يبربر هاد؟ ولا شي، عم يقول لك ما بصير تنزل تسبح بعد هالاكل اللي اكلته كله. يا سيدي حط بالخرج كله ماشي. اللي له عمر ما بكينه شده. اي والله. كان نسى شيء انا It's a big mistake Swimming after eating. Yeah, especially if he eats so much. Yes. Eating all day. خير دكتور، طمنا. مين حضرتكم؟ نحن رفقاته. العمر لكم، والأفضل تخبروا حدا من أهله. يعني ما تغريق دكتور؟ لا بسكت قلبي. Is that... Let's give them our condolences. خذ بالخرج خذ بالخرج خذ بالخرج خذ بالخرج خذ بالخرج خذ بالخرج